مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الدوانية. رغم كل الشهادات المالية المقدمة لإدارة الأهلي كبرهان على براعة الإدارة المالية والتي تغنت بها الإدارة في أكثر من مناسبة ودون مناسبة، إلا أن المطالبات المالية الخانقة تلتف على عنق إدارة مؤمنة، آخرها غرفة فض المنازعات تغرم الأهلي 6 ملايين ريال بسبب المجحد وما بين سطور المطالبات. تفاصيل نرويها في الدوانية. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة واللي أسعد بوجودهم معي في حلقة اليوم. أبدأ بالناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ سعد المهدي، مدير البطولة العربية، والناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ طلال آل الشيخ، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ تركي السهلي، أيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حسين الشريف. مساكم الله خير يا جماعة. مساك الله بالنور. حياكم الله، منورين اليوم. الله يحفظك. نور نورك. هلا أبو خالد، من زمان عليك. قبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الدوانية واللي دائم يكون ظاهر معك أسفل الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة بالأخبار. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الشرقية بالإمارة اليوم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وهنأ سموه بمناسبة رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، مؤكدا أهمية تطوير المنتخب السعودي لكرة اليد وانتشار اللعبة. حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير تدريبات أندية أبها وضمك والشهيد، والوقوف على استعداداتهم وتحفيزهم للمنافسات القادمة، لما تابع سموه مراحل تنفيذ مشروع نادي أبها الرياضي. وافقت وزارة الرياضة على طلب نادي النصر بتأسيس شركة استثمارية باسم النادي، والتي ستكون تحولا مهما وانتقالا لأفاق جديدة في عالم الاستثمار وقفزة نوعية في تنويع مداخل النادي. تنطلق غدا بطولة كأس المرتجز لقفز الحواجز، وذلك في مركز المرتجز للفروسية بمحافظة ملهم شمال الرياض، بمشاركة أكثر من 100 فارس يمثلون دول المملكة والبحرين ومصر والمغرب والجزائر وبلجيكا وبولندا والنرويج. أعلنت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن إلزام النادي الأهلي بدفع 6 ملايين ريال لنادي الفتح نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد إلى صفوفه. تنطلق غدا منافسات اليوم الأول للجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد يستضيف فيه التعاون فريق الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببوريدة عند 6:45 مساء. وصل المحترف البرازيلي مايكون بيريرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الرياض على أن يلتحق بتدريبات الفريق بعد خضوعه لفترة الحجر الصحي. طيب، يمكن هذه الأخبار اللي موجودة معي، لكن يمكن أمس إحنا أنهينا الحلقة بالحديث على مصادرنا فيما يخص البيت الأهلاوي وموضوع ديجانيني والبدل التدريب، واللي كان 3 مارش اللي هو اليوم يوم الأربعاء هو آخر فرصة بالنسبة للأهلي، وهي الفرصة الثانية التي أتيحت للأهلي للسداد وتعتبر واجبة السداد اليوم على الأهلي. إحنا أخبارنا ومصادرنا إلى قبل الحلقة بساعة لم يتم سداد هذا المبلغ على الإدارة الأهلاوية، ولكن يعني في الـ في الـ في الـ الأهلي لسه الأمور ما انتهت. ممكن تستفيد إدارة الأهلي من فارق التوقيت اليوم، لسه الوقت ما انتهى، ممكن إدارة الأهلي في الساعات القادمة قد تسدد هذا المبلغ. ننتظر هذه الأحداث. في أيضا خطوة ثانية عند إدارة الأهلي حسب مصادرنا، احنا نعرف الخطوة الثانية اللي تبحثها إدارة الأهلي، لكن لمصلحة الأهلي اليوم احنا ما نبغى نتكلم عن هذه الخطوة. نأمل ان إدارة الأهلي اذا راحت لهذه الخطوة الثانية انها تستطيع حل هذا الموضوع مع دي جانيني، ومسألة العقوبة لا تصدر على الأهلي من خلال الاتحاد الدولي على الأهلي بخصم 3 نقاط او منع من التسجيل اذا لم يتم السداد. زي ما قلت في خطوة ثانية، احنا فريق العمل عارفين هذه الخطوة الثانية اللي إدارة الأهلي تسعى لها وجالسة تتباحث فيها، وإن شاء الله إدارة الأهلي تستطيع حل هذا الموضوع ولا تكون العقوبة على الأهلي في الأيام القادمة. هذا ما يخص الموضوع اللي أمس احنا ظهرنا فيه في نهاية الحلقة عن دي جانيني وبدل التدريب الإلزامي لدي جانيني على الأهلي.
يمكن في موضوع ثاني اليوم شفناه حتى من خلال الأخبار معنا اليوم، غرفة فض المنازعات تغرم الأهلي فيما يخص اللاعب محمد المجحد بالنسبة لإدارة الفتح. طيب خلينا نشوف هذا الموضوع برضو فيه قصة ثانية. خلينا نشوف معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الضيف وهو مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح. أستاذ محمد مساء الخير، شكرا جزيلا على تداخلك معنا في البرنامج. أسألك مباشرة، كانت الأخبار تقول بأنه فيه مفاوضات ما بين إدارة الأهلي وإدارة الفتح على عودة اللاعب المجحد إلى الفتح مرة أخرى، إيش التفاصيل اللي حصلت ومن ثم تغيرت الأمور؟ كل شيء أمسي عليك أخوي عبد الرحمن وعلى ضيوفك المجدين الأعزاء في الاستوديو وعلى جميع المشاهدين. موضوع محمد المجحد صحيح كانت فيه مفاوضات على عودة اللاعب في الفترة الشتوية الأخيرة، وكان يعني كان في شبه اتفاق تام مع نادي الأهلي، وحتى على اللاعب كان مطلع على الموضوع هذا من قبل إدارة النادي الأهلي. ولكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات تفاجأنا يعني إدارة الأهلي قررت يعني غيرت رأيها في الموضوع هذه الاتفاقية وتمسكت باللاعب وعدم عودته للنادي. فأكيد هذا حق مشروع لهم بحكم أن اللاعب موجود عندهم، هذا حق لهم. لكن اليوم القرار صادر، طبعا هي خليني أوضح شغلة مهمة جدا. طبعا المبلغ المستحق اللي غرفة فض المنازعات اليوم أقرت فيه لنادي الفتح كان مفروض سداده من العام الماضي من شهر يناير 2020، ولكن إدارة نادي الفتح يعني مراعاة لظروف الجائحة وتوقف الدوري في الموسم الماضي والظروف اللي مر فيها الجميع يعني كانت في مخاطبات شبه ودية ورسمية كذلك مع إدارة النادي الأهلي وقتها في موضوع إعطاء النادي الأهلي الوقت الكافي في موضوع السداد، ولكن ما كان في تجاوب أمانة، وخطت إدارة النادي خطوة في رفع الشكوى هذه، وكانت إدارة النادي على علم فيها قبل الشكوى شهر 9 تقريبا تم رفع الشكوى، اليوم أو أمس طلع القرار بإلزام النادي الأهلي بدفع هذه المبلغ. طيب محمد، أنا المعلومات اللي عنده لا أنه أنتوا كنتوا انتهيتوا مع إدارة الأهلي في موضوع عودة اللاعب. فعلا كلامك صحيح. أي طيب شو اللي حصل؟ إيش اللي تغير؟ ما نعرف صراحة، كان الاتفاق يعني موجود على عودة اللاعب، وكان يعني أنتوا يعني المعلومة اللي عندي عشان تعدل لي محمد على الهواء، المعلومة اللي عندي إنه اللاعب جلست إدارة الفتح واللاعب ووالد اللاعب حتى مع إدارة الأهلي واتفقتوا على كل التفاصيل، اللاعب غادر إلى الحسا على أساس إنه خلاص مع الفتح. هو كانت كذا الطريقة صح؟ وبعدين أنتم تفاجأتوا إنه إدارة الأهلي غيرت رأيها. أنا كلامي كذا صحيح؟ صحيح الكلام، كان إنه إدارة النادي الأهلي أعطت يعني خبر للاعب نفسه وأعطت الموافقة على أنه يعني خلاص حنا شبه متفقين مع نادي الفتح على عودة انتقالك لنادي الفتح، وكنا حتى يعني الإدارة الأهلي أخبرتنا أنه يعني كان ضمن الاتفاق محمد أنه التنازل عن 6 مليون بالضبط. لا هو كان في اتفاقية في مصلحة الجميع صراحة، في مصلحة النادي الأهلي كان من ضمنها 6 مليون هذه اللي اليوم الفتح يحصل عليها من خلال غرفة فض المنازعات ملزم فيها النادي الأهلي، كان ممكن أنه ان تكون مثلا جزء كبير من المبلغ والمبلغ الثاني يتم جدولته او شبه اتفاق تام مصلحه الجميع امانه، ولكن دامنا ما يعني اداره النادي غيرت رايها في قبل فتره اغلاق الفتره يعني حق مشروع لهم، لكن كان نتمنى انه يكون الموضوع ما يوصل لموضوع يعني الزام من غرفه فض المنازعات، كان ممكن يكون في جدولة وعودة اللاعب وعودة. طب اللي أعرفه أنا محمد أنه ما انتهى الموضوع عند كذا، بعدين تمت مرة ثانية من إدارة الأهلي محاولة أنه ترجعون ثاني مرة بالعرض، ولكن أنتم وقفتوا الفترة أقرت أساسا، هو غيرت النادي الأهلي غير إدارة النادي الأهلي أقصد قبل انتهاء الفترة، قبل انتهاء الفترة لما اختلفتوا رجعت إدارة الأهلي قالت لا حنرجع لنفس التفاصيل اللي كانت في الأول متفقين عليها، بعدين أنتم رفضتوا. لا ما حصل الكلام هذا، كان في اتفاق شبه اتفاق، ولكن إدارة النادي الأهلي قفلت الباب هذا. طيب في شيء تبغى تضيفه في الموضوع؟ أبد، أشكرك أخوي عبد الرحمن، أشكر المجدين. شكرا لك محمد الضيف مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح على هذا الموضوع. يعني هذه كانت الأخبار عندنا، كنا ننتظر بس أنه يكون عندنا صوت يعلق عليه سواء من الأهلي ومن أو من الفتح.
من امس يعني كانت المعلومات موجوده وكنا نبغى نتكلم عنها، ولكن انتظرنا انه يكون عندنا صوت من اداره الاهلي ومن اداره الفتح. احنا تواصلنا مع الفتح، تواصلنا مع الاهلي، ننتظر ان شاء الله اداره الاهلي تكون معنا في الساعات القادمه من البرنامج انه يعلقون على هذه التفاصيل. وما يخص جنين، يمكن انا قلت انه بدل تدريب، طبعا هي مساهمه تضامنيه، انا امس قلتها، هو كبدل تدريب مساهمه تضامنيه لنادي كان يلعب مع دي جنين فتره ماضيه. روح معك سعد المهدي، تعليقك على هذه الملفات في الاهلي الماليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يدور الان بشان جنيني او محمد المجحد باعتقاد انه هو ايضا يخفي وراءه اسماء اخرى ايضا في انديه اخرى. طبعا هذا دائما لما يعني نذكر ان هذه الحادثه ولا هذه القضيه تخص انديه اكثر ممن نتحدث عنهم، هذا لا يعني تبرئة ساحة من تصدر هذه المسألة اليوم اللي هو النادي الأهلي. يعني ستكون المعالجة عن طريق الأهلي نفسه، سيكون الحديث موجه للأهلي. لذلك أنا يعني في فترة الأستاذ عبد الله مؤمنة، وهو شخص يعني حقيقة يملك خبرة طيبة في الشؤون الإدارية والمالية، سواء المتعلقة ب على مستوى اتحاد الكرة وعلى مستوى النادي قبل أن أيضا أن يكون رئيسا له. حلو. أنت يعني أحيانا تحاول تقنع نفسك بأن هذه القضية مفاجئة للإدارة. والحقيقة أنه طبعا لا يمكن أن يكون هناك اقتناع بأن مثل هذه القضية تظهر فجأة. نعم. مؤكد لها ذيول ولها يعني امتدادات سابقة. يفترض أن يكون تقصد دي جنين وتقصد المجحد؟ الجميع. مجلس إدارة لا كلها عندها دي جنين. يفترض أن يكون مجلس لا مجلس إدارة النادي مفروض أن يكون على طبيعي أنه يكون على علم ب ب ب ب ذيول هذه القضية وإمكانية تفجرها في أي لحظة. نعم. عدم التصدي لها هي المسألة اللي أحيانا تجعلك تدخل في شك. عدم تصدي إدارة النادي أحيانا قد تكون مثلا لضائقة مالية في فترة ما لمحاولة مفاوضات أو مقايضات على موضوع الاستحقاق المادي وخلافه، محاولة إيجاد ثغرة في النظام للهروب من 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 قضية دفع مبلغ وتحميل النادي مبلغ معين. ولكن في نهاية المطاف كلا القضيتين يعني لهما توقيت سيكون ساعة الصفر. نعم. موجودة فيه. ممتاز. وستلحق بالنادي غرامات أو ما هرب منه، سواء من من الكلفة المادية المتوقعة عليه سيجدها أمامه في هذه اللحظة. ممتاز. إذن هذا التأخير أو هذه المماطلة. حلو. أو هذه السرحان يعني والانشغال في شؤون ممكن أخرى. لا يعني لا يجيز او لا يجعلنا نجد المبرر لاداره نادي لها ادارات متخصصه في القانون وفي الاحتراف وكل في شانه. نعم. ان يترك هذه القضيه حتى تتفجر او حتى تصل الى الفيفا او حتى تصل الى الفيفا ان يصدر احكام بخصم نقاط او 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 تعويض او حتى تراكم المبلغ من خلال التأخير. محمد المجحد ضيفنا الكريم محمد الضيف يعني فصل وشرح في قضيته واضحة. أيضا تستغرب أنه يعني أعطيت فرصة للأهلي كثيرا أن يتخلص منها من هذه المديونية من هذا المبلغ، وأن يكون أيضا يدخل في مسألة التوازن. أنا أقول محمد التوازن محمد المالي يعني لطف شوية أبو نواف. المعلومة اللي عندي تقول أنه محمد المجحد اتفقوا مع الإدارة الأهلي وإدارة الفتح على هذا الموضوع، ومحمد المجحد وكان في الرغبة أنه اللاعب ما يلعب أساسي في الأهلي، أنه يعود ثاني مرة، رغبة صحيح. حتى من والد اللاعب أنه يعود ثاني مرة للفتح ويكون في الحسا. اتفقوا على كل التفاصيل مع إدارة الأهلي، على المبالغ، على كل التفاصيل. رحل اللاعب الحسا أساس أنه الأمور منتهية، بعدين تفاجأوا باتصال من إدارة الأهلي تغير أو تطالب بمزايا إضافية كانت عند الفتح، أنه حيتنازل عن جزء كبير من الستة مليون هذه، ولكن فضلت يعني التغيير. بالتالي كان المبدأ عند إدارة الفتح أنه بما أن الأمر بهذه الطريقة نغلقه تماما. حاولت إدارة الأهلي ثانية مرة للعودة للاتفاق السابق، رفضت إدارة الفتح. هذا حسب المعلومة الموجودة عندي. إذا نفس الفكرة، هم يعني حاولوا إشراء الوقت من أجل
يعني التحايل على قيمة القيمة المطالبين بها، سواء في موضوع الأول أو الموضوع الثاني. ولكن في الأخير غرفة فض المنازعات أصدرت حكمها. طبعا الحكم أعتقد يحتاج إلى 30 يوم نعم حتى من بعد الاستئناف يحتاج إلى 30 يوم حتى يعني يتم تطبيقه أو تنفيذه. طيب. أنا الحقيقة يعني في المختصر أنا أستغرب الحقيقة مثل هذه القضايا أنها تصبح وكأنها مفاجأة. هي فعلا مفاجأة لنا كإعلام أو كمراقبين أو كجمهور، ولكن لا يفترض أن تكون مفاجأة لإدارات الأندية. وإذا كانت مفاجأة لإدارات الأندية فهذه كارثة الحقيقة. ويعني معناته أن فيه نوع من عدم يعني عدم القدرة لإدارة الأمور بما تستحق، أو لا مسؤولية أيضا في إدارة الأمور، وكلا الأمرين حقيقة أسوأ من بعضهم. طيب أبو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، هل هذه آخر القضايا اللي في الأهلي أو كل فترة حتطلع قضايا؟ هل في مشاكل مالية قضايا يعني؟ لذلك احنا نبغى اليوم صوت أهلاوي. أي ضروري يكون في صوت أهلاوي يعني. هذا السؤال الأول اللي ينطرح. أنا خليني أروح لموضوع جنيني قبل. أعتقد موضوع المجحد واضح. ما في قرار في الأهلي واضح، وعندهم 30 يوم. لكن جنيني ومبلغ زي كذا يعني مش المبلغ الكبير يعني، في حدود أظن مليون ريال أو يمكن أقل، ما يزيد عن 200 ألف دولار، يعني أقل من مليون ريال. أنك توصل فيك إلى آخر الساعات الآن، أعتقد أنه نادي بحجم الأهلي وتاريخ الأهلي وكيان مثل قلعة الكوس، أعتقد أنه ما كان والإدارة عندها علم أبو تركي من شهر ديسمبر الماضي. أكيد يعني القضايا ما تجيك فجأة. من ديسمبر الماضي كان عندها خبر قضايا من الأول، وفي تواريخ وفي كل شيء. ففي في في مشكلة يعني في الأهلي. أنا أعرف أنه كثير من هذه القضايا هي من قبل الإدارة، بس خلاص أنت مدام توليت يجب أن يكون في برمجة، عارف وش اللي عندك، عارف تواريخ. أعرف أنه في أعباء على إدارة الأهلي، لكن ما يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد. أعتقد أنه أي كلام بنزيده ما منه فائدة. موضوع المجحد، وأنا موضوع المجحد يعني وصلت عندهم شهر على الأقل، لكن أنا أتكلم على مبلغ أقل بكثير. وتوصل إلى ومع الفيفا يعني، وتوصل إلى الساعات الأخيرة الآن، ما تدري يقدرون أو لا. أعتقد أنها يعني تضع أكثر من علامة استفهام. يجب على الإدارة توضح ليش وصل. في ربط اليوم ما بين الكفاءة المالية والشهادة المالية واللي جالس يحصل في الأهلي. والله يا أخي أنا يعني اليوم تقرأ عن الأهلي في المهتمين بالأهلي بهذه الطريقة، هذا الربط. كيف أنا أربط اليوم؟ أنا أتمنى أيضا من الوزارة في موضوع الكفاءة المالية وإعطاء الشهادة أنه يكون إذا في قرارات صادرة من الفيفا ويستوجب مثلا خلال 3 شهور قادمة أو شهرين سدادها، عدم إعطاء الشهادة إلا بضمان من النادي أنه سيسدد للفيفا هذا الشهادة. يعني إيش نستفيد من الأهلي؟ أعطي الكفاءة، جاب لاعب من مبلغ لم يكن حتى الآن مؤثر، ونتفاجأ أنه مبلغ زي كذا ممكن يخصم نقاط. أنا أتمنى من الوزارة مراجعة هذا الشيء ووضع آلية قبل إعطاء الشهادة للقرارات اللي بتكون قريبة، لأنها طبعا صادرة من قبل وفي تواريخ محددة. ممتاز. حسين شريف، نفس السؤال، هذا الربط اليوم مع الأهلي. أولا مساء عليك أبو خالد وعلى الزملاء وعلى فريق هذا البرنامج والمشاهدين. بالفعل وهو يتحدث المتحدث الرسمي نادي الفاتح، في ذهني أسئلة بخصوص الكفاءة المالية. تحدث الزميل عن أن القضية كان يفترض سدادها في يناير العام الماضي. نعم. بعد كذا في شهر 9 قدم نادي الفتح شكوى. في شهر 10 أو في نهاية ديسمبر عفوا الأهل استلم شهادة كفاءة المالية. حلو. طيب هذه القضية، هذا السؤال للجنة الكفاءة المالية، هذه القضية اللي عن نادي الأهلي هل هي كانت مجدولة؟ وإذا هي مجدولة لا يمكن ترتبط بحل الأهلي تراجع، أو أن الأهلي راوق في مسألة أنه يعدي فترة الكفاءة المالية من أجل التسجيل اللاعب الأجنبي في هذا الموضوع. كيف المراوغة بتكون؟ المراوغة التالي، اللجنة وهذا مفترض لجنة الكفاءة المالية تجاوب عليه بخصوص محمد المجحد. الكفاءة المالية ذكرت وحددت وشددت أن بالنسبة للبيان الأول اللي حددت الأندية اللي سددت، إنه هناك اتفاقيات مجدولة بين الأندية، هذا تأخذ في الاعتبار في المرحلة الأولى. الأهلي كان متفق مع نادي الفتح على موضوع ما، بحيث هو واضح إنه كان متفق، إحنا قلناها هذه بوخ. إذن الأهلي هم اتفقوا إلى آخر يوم في التسجيل. إدارة الأهلي من خلال حديث نادي الفتح، إدارة نادي الأهلي كانت تراوغ من أجل حصول على كفاءة مالية. بعد ما حصل على كفاءة مالية، إدارة الأهلي بلغت اللاعب بالعودة للتدريبات.
هذا هذا استنتاج وليس أي معلومه أي، لان مهم استنتاج بناء على الاحداث. إيه لان احنا في انديه منعت التسجيل منها أوكي، وتحدثنا عنها وذكرت ان كان بامكان جدولتها منطقي. هل هذا الجدوله النادي الاهلي والفتح معقوله في شكوى في شهر 9 والاهلي يحصل على شهاده كفاءه ماليه في شهر 12 الا اذا كان هناك جدوله؟ وهل الجدوله حاجه فنيا واضحه يعني. وهل هذا الجدوله كانت بهدف اعطاء الفتح حقه في مرحله قادمه او ان من اجل تمرير الكفاءه الماليه ومن ثم العوده والتراجع حسب ما ذكر متحدث الرسمي نادي الفتح ان الاهلاويه لم يلتزمون حقيقه. على اداره الاهلي ان تخرج وتوضح هذه النقطه، وايضا على لجنه الكفاءه الماليه توضح كيف الاهلي حصل على الكفاءه الماليه بنال في ظل وجود قضيه مرفوعه من شهر 9. ممتاز. طبعا هذا كل المعلومات ماخذها من التصريح اي ان هناك كان في شكوى في شهر 9 نعم، وقدرت من 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 اداره نادي الفتح على حسب على لسان المتحدث الرسمي ايوه قدرت كل الظروف في هذا الجانب، لكن واضح انها كانت هناك فيه نوع من التحايل من اجل الحصول على الشهاده والاتفاق من ثم التراجع في هذه النقطه. نيجي موضوع جنيني اي رئيس النادي الاهلي اللي كله كل تقدير واحترام تحدث في اكثر من منبر اعلامي أي، وذكر ان موضوع جنيني وموضوع بلايلي وموضوع ايضا ديسوزا موقف الاهلي قوي فيها. الان يفاجئ الجمهور الاهلاوي والشارع الرياضي بمعلومه يعني وليس اداره الاهلي، الاهلي لم تفاجئ اداره الاهلي لان تدرك تماما ابعاد هذا الموضوع. ممتاز. الان الاهلي في منعطف مهم جدا، اداره النادي تظهر بشجاعه وتضع النقاط على الحروف. ممتاز. لان اللاعب اصبح يتهم الاداره والاعلام اصبح يتهم الاداره والجمهور يضع الاداره انها هي المسؤول الاول فيما يصل اليه النادي الاهلي، حتى المدرب الاهلي في حديثه مع الزميل وعدم الاجابه على احد الاسئله يضع اكثر من علامه استفهام على اداره النادي الاهلي، اذا اداره النادي الاهلي ومتحدث الرسمي النادي الاهلي والصوت الرسمي في النادي الاهلي يجب ان يوضح هذه الحقائق ليس لي انا لحسن الشريف نعم ولا للزملاء وانما للجمهور الاهلي. تركي سليم، هذا الاطار المالي اللي موجود في الاهلي ما بين كفاءه ماليه وشهاده اعتقد كانت مالية قدمت الأهلي ومع التداعيات المالية اليوم موجودة في الأهلي. لا، الأهلي حصل على الشهادة المالية أو شهادة الكفاءة المالية بناء على اللائحة المطبقة في لائحة الكفاءة المالية ومنحت هذه الشهادة هي لجنة الكفاءة المالية. فأنا بالنسبة لي يعني ما في ربط في المسألة. ممتاز. أنا أعتقد أنه الفتح يتحمل جزء كبير جدا من مسألة المجحد. اولا خلينا نشوف هل الاطار القانوني والتنظيمي والتشريعي اللي بين الانديه عفوا قوي بحيث انه يحفظ للجميع حقه ام ان المساله عائده الى حاله التفاوض وحاله التقديم والتاخير. محمد الضيف يقول انه الموضوع كان في يناير 2020 نعم، يقول نظرا لجائحه كورونا ارتئينا تمديد المساله واعطاء الاهلي وقت. غير صحيح يعني الاغلاق النشاط الرياضي وتوقف الدوري كان في 18 مارس تقريبا 2020 فكان هناك قرابه الشهرين او 3 شهور. انا اعتقد ان الفتح يتحمل مسؤوليه كبيره جدا في عمليه التقديم والتاخير والتفاضل، وان الفتح كان يرى كان يخطط ربما للحصول على عوده اللاعب. نعم، وهذا حق يعني ما حد يقول لا، واذا كان هذا في الاتفاق بينهم صحيح يعني ما في جدال. اللجوء الى 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 غرفه تفضل المنازعات انا اعتقد انها مساله تقاضي اجرائيه طبعا مرتبطه بقوانين واجراءات. أيه. نجي عند مساله جيانيني. انا اريد يعني ان دائما التلويحات التي تاتي من الخارج فيما يتعلق بالفيفا وايقاف النادي الفلاني ومنع من التسجيل وخصم، حدثت هذه في النصر قبل فتره واخرجها صحفي في التلغراف اعتقد او في الصحيفه البريطانيه تحدث وقال ان اللاعب أن النادي الذي يلعب له أحمد موسى مهدد بكذا بست نقاط وإيقاف أي. وخرج النصر وقال له أحمد موسى مشتبه. ما اشتكى، هو يقول النادي الذي يلعب له أحمد موسى أي. كانت في قضية مع مدرب أو شيء وطلع النصر بيان وقال فيها مسألة طيب. تقاضي إدواردو خرج وطلع ونشرت هذا في صحيفة الرياضية وقال أني أنا وكيله ان لنا مكافاه الدوري ولازم يعني في رد على الموضوع إيه؟ انا اقصد إيه؟ إن اليوم ننتظر رد إيه؟ انا اقصد عمليه التقاضي يعني جيانيني اللي جاي بيشتكي الاهلي عند 200,000 دولار ولا شيء ويبغى يوقف الاهلي انا اعتقد فيها مساله تقاضي، الاهلي يستطيع ان يقاضي ان يجري في هذا التقاضي مع الفيفا ويقدر يحل المساله إيه؟ اليوم الفرصه المتاحه
إيه يعني قد يكون على آخر فرصة. إيه قد يكون فيها تفاصيل. أنت فرصة اليوم. قد يكون 3 مارس هو آخر يوم. قد يكون فيها تفاصيل قانونية. أنا ما أدري هل الإيميل اللي وصل الأهلي. كلام عن ساعات بسيطة فرق. الإيميل اللي عند وصل الأهلي بحلول. أنا أعتقد أن الأهلي لن يقف عند يعني 700,000 ريال سعودي. يمكن عنده رد قانوني. يمكن عنده إجراء قانوني. هو في إجراء ثاني قاعد يتخذه الأهلي. إيه؟ ممكن يحلل الموضوع. بالضبط. ممكن يصل اللاعب. أنا أقصد إنه. يعني ما ناخذ المساله على انها يعني مربكه للانديه خصوصا بعمليات التقاضي وعمليات الاموال وغيره ولا نصدق حتى الوكلاء والاجانب اللي يحاولون دائما ان يصدرون قضاياهم علينا ونحن نطير بها طيران كبير. شاهدنا ديوب اول ما خرج من الشباب راح صرح في الامارات انا لي 4 ملايين وانا بوقف وبشتكي وسربها في الصحافه وغيره وغيره وغيره. احنا اوكي انا اللي اطالب فيه واسال عنه كان هناك تشكيل لغرفة أو لجنة سعودية في الوزارة قبل أن تذهب إلى الفيفا. أين هذه الغرفة اللي كانت تولى قضايا الأندية السعودية؟ ها؟ كانت تتابع وكانت تتابع وتحاول أن تمنع أن تتم الأمور إلى الفيفا. أين هذه الغرفة وما مصيرها وكيف هي حالتها يعني؟ صحيح. عشان نجاوب على كل هذه الأسئلة المهمة في البيت الأهلاوي معي عبر الهاتف رئيس النادي الأهلي الأستاذ عبد الله مؤمنة. اولا شكرا جزيلا ابو محمد على تجاوبك معي في البرنامج في هذا الوقت المهم. اعتقد اليوم انت في وضع منتظر من قبل الجمهور الاهلاوي وخلني اقول الجمهور او المتابع الرياضي بشكل عام والاعلام الرياضي بشكل عام فيما يخص البيت الاهلاوي. خليني ببدا معك ابو محمد من البدايه بسؤالي عن المعلومات اللي قلناها فيما يخص دي جانيني. اليوم اخر فرصه متاحه للاهلي حسب المعلومات اللي عندنا على سداد المبلغ اللي يزيد عن 200,000 دولار، مدى صحة هذا الموضوع؟ أول حاجة مستقر بخير عبد الرحمن وبالضيوفك وسادة الجماهير أو المشاهدين. أول حاجة يعني ما أثير عن موضوع دي جانيني خدت بس أول حاجة يعني أحاول أني أوضح أنه هناك فرق بين قضية اللاعب وما بين المذكور وهي المساهمة التضامنية. قضية اللاعب يمكن كلكم عارفين يعني أخذ المنحنى القانوني يمكن أن ذكرت الكلام قبل ذلك وهذا موضوع مختلف تماما. فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية الله يسلمك هو موضوع زي ما تقول موضوع عادي جدا ويمكن بيصير على جميع الأندية وطبعا هو مرتبط بالانتقالات اللي هي المساهمات التضامنية. يعني ما في عقوبة على الأهلي لو مثلا اليوم مع الوقت لا وحتى خليني بس أوضح لك حتى يمكن لو عندك قانونين ولا غيره حتى بين الأندية السعودية في قضايا مساهمة تضامنية يمكن موجودة كما ذكرته في فض المنازعات أو مركز التحكيم. بإذن الله طبعا لن تكون هناك أي عقوبات تتعلق بخصم النقاط أو موضوع يتعلق بمنع التسجيل مطلق وسيتم تسويته بالوقت. وحتى يمكن في العالم في أوروبا بالكامل أنت عارف إنه هذا الموضوع يعني للمعلومة بعض الأحيان تجيك بعض ليش بتصل للفيفا يعني برضو في بعض يقول لك ليه وصلت لهذا الأمر. هذه المساهمات أحيانا يعني ما تكون واضحة بشكل زي العقود النمطية والأندية أحيانا تحتاج قرار من الفيفا يؤكد حقية الشركة أو النادي بالمطالبة. أحيانا يكون فيها تحايل أحيانا يكون صعب التعرف على الأندية المستحقة لها. لسبب هذا دائما ينتظر طبعا الاقتراح أو البروبوزل من الفيفا إن هي من تثبت من المستحقين للمساهمين بشكل واضح. يعني ما في تهديد في حالة عدم السداد إنه راح يكون خصم وراح يكون في منع من التسجيل بس اتاكدها لي هذه لا لا احنا انا ذكرت امورنا ان شاء الله طيبه. طبعا زي ما قلت لك هو لما يجيك القرار يجيك فيه يكون مثلا بعض العقوبه المعلقه تنتهي بالسداد وان شاء الله احنا امورنا مرتبه وما في حاجه ان شاء الله تصل يعني متى بتسددون انتم ابو محمد؟ انا افهم منك انه حيتم السداد في خلال الوقت الباقي. جاتنا المطالبه وباذن الله انه خلال الشهر هذا حيتم السداد. المهله ما هي اليوم تنتهي؟ لا هو يعطيك المهله بس تنفيذ القرار انت عندك الاولويه انك انت خلال شهر وحتى لو ما سددت هو القرار الصادر يسموه قرار معلق. قرار معلق يعني مجرد ما يتم السداد ينتهي اي قرار يترتب على النادي لو صدر. يعني اليوم عشان افهم بس تعرف ما احنا قانونيين ابو محمد نبغى نفهم. انا شوف انا ما عشان افهم لا عشان تصير واضحه ما تصير تايهه شوي عشان الجمهور يفهم بس ابو محمد انا بفهم. اليوم هذه المهله هي المهله الاخيره اليوم انتم لو ما سددتوا انتم بتنتظرون الاجراء يعني يعني تقدرون تسددون بعد 3 أيام مثلا بعد يومين كذا صحيح؟ بعد خلال شهر صحيح خلال شهر تقدر تسدد حتى والمهلة اليوم هي آخر مهلة صحيح وحتى يعني ممكن أنك حتى تتفق مع الشركة أو مع النادي على عملية تجزئة أو تقسيط أو نحو ذلك
فان شاء الله باذن الله الموضوع بسيط جدا وما في حاجه، موضوع عادي جدا، وهذا يمكن بيمر على كل الانديه. بس انا طبعا انت احيانا يعني يمكن احنا بالنسبه لنا في الاهلي في بعض الامور حقيقه اللي بتثار بشكل متكرر الفتره الاخيره، يمكن هدفها يعني ما هو في صالح النادي بشكل عام. يمكن لو سالت السؤال هذا لاي نادي، لاي نادي حتلاقي كل الانديه يمكن عندها مساهمات تضامنيه ونفس الاليه التعامل. فان شاء الله عشان انهي هذا الموضوع، طبعا ما في اي مخاطر ان تصل للعقوبه. يعني نفهم انه ما في مشاكل على هذا الموضوع، على الاهلي ما راح تلحقوا اي مشاكل عقوبات من الفيفا، هذا المهم وانت الحين تاكدها. طيب نروح للمجحد. قبل شوي كان معنا محمد الضيف المتحدث الرسمي لنادي الفتح، وتحدث عن انه كان في اتفاق يعني منتهي مع الاهلي، بعدين تغير الموضوع عند الاهلي. ما فهمت معلش. كان الموضوع منتهي ما بينكم وما بين المجحد على عوده اللاعب ثاني مره للفتح، وبالتالي الفتح راح يتنازل عن هذا المبلغ 6 مليون اللي اليوم غرفة الفض المنازعات تلزم الأهلي بسدادها. بعدين لما راح اللاعب تغيرت الأمور بينكم وبين بين الفتح، وعندكم كانت مطالبات مختلفة. أول شيء شوف، أنا أشكر طبعا الأخوان في نادي الفتح. بالفعل طبعا كان في بعض المفاوضات، خلينا أقول لك هي مفاوضات تتعلق بتسوية الرصيد اللي ظهر اليوم يمكن خلال قرار اللجنة اللي هو إلزام النادي الأهلي. حقيقة يعني طبعا إحنا اللاعب يعني يمكن الجميع يعلم لاعب تم انتقاله للنادي الأهلي مقابل 12 مليون ريال تقريبا، تم سداد 6 مليون وكان متبقي 6 مليون. أي. العرض المقترح من نادي الفتح إنه كان يتم سداد، يعني يتم التنازل عن جزء من المبلغ المستحق وليس بالكامل مقابل إعادة إسقاط اللاعب لنادي الفتح. كان يعني كان هذا الاقتراح اللي إحنا كنا ماشيين فيه. بس بكل صدق احنا واجهتنا كثير من التحديات، وفي الاخير يمكن مجلس الاداره طبعا انا اعرف انه احنا يمكن كان في عامل التاخير موجود، ونعتذر طبعا من الاخوان النادي الفتح. بس مصلحه النادي الاهلي بالنسبه هي الاهم. احنا لقينا انه المبلغ المقدر اللي هو المتنازل عنه وتستمر الجدوله او الاليه حقيقه اقل من كفاءه وقدره هذا اللاعب. هذا اللاعب لاعب كبير جدا، ولاعب احنا يعني من الاسماء يعني. طب ما يلعب بما انك ترى بهالطريقه ما يلعبه؟ لا، كان في حقيقه الحمد لله احتويناه، ويمكن حتى الكابتن نايف القاضي لما جاء يعني وتم الجلوس مع المدرب. في كثير من اللاعبين حقيقه اللي يمكن الفتره الاخيره ولما كان في جلوس مع الجهاز الفني اخذوا فرصه، وبكل صدق يعني ادوا مستويات كبيره جدا يمكن في الفتره الاولى ما كانوا بياخذوا الفرصه. محمد المشحد انا يعني الاسم هذا انتقل للنادي الاهلي بناء على مستويات كبيره واسم كبير، وانا واثق انه اللاعب هذا ان شاء الله يعني حيكون عند ثقه الجمهور الاهلاوي وعند يعني طموحات المطلوبه منه، كفاءه ممتاز جدا. لكن طبعا كما ذكروا الاخوان في نادي الفتح كان في بعض المفاوضات، اشكرهم وباذن الله احنا حنحاول طبعا نحاول حتى نصل يعني الى حل هذا الموضوع او تسويته. لكن في الاخير هذا مبلغ قديم يتعلق بقضيه سابقه. يعني انتم طلبتوا بالتنازل عن مبلغ اكثر من كذا؟ يعني المفاوضات كانت ما بين المبلغ بالكامل او. طيب ليش انت اتفقت معهم ابو محمد؟ يعني الكلام صحيح لي، انتم اجتمعتوا وجلستوا وانت اتفقت ووافقت، ولما راح اللاعب غيرت رايك؟ فين راح اللاعب؟ اللاعب ما راح. اللاعب لا راح الحسا، راح الحسا، كان الموضوع انتهى انه اللاعب خلاص حيروح يرجع للفتح. هذه المعلومه اللي عندي، عدل لي ابو محمد. لا شوف، اللاعب يروح الحسا بشكل دائم. اللاعب بالفعل انا بقول لك كان في بعض الاتفاق على موضوع، كان الخلاف او النقاط في المبلغ. وزي ما قلت لك، متى صار هذا الخلاف؟ بعد الاجتماع اللي اجتمعتوا فيه مع بين الادارتين ولا لا؟ رحمن، فتره التسجيل الشتويه ترى فتره كلها يمكن يعني فتره بسيطه، ويمكن ما تشعر في حجم التحديات والقرارات. يعني انت مثلا يعني من ضمن الحاجات انه مثلا احيانا في اختلاف في مركز لاعب ما تستطيع توفق انك تجيبه، يتعلق بها قرار فني. لكن موضوع محمد انتهى اطلاقا، وبغض النظر عن ليش يعني تغير الراي او ما تم يعني الرضا بالمبلغ المقدم من نادي الفتح، وهذه تحصل. انت عارف صفقات كره القدم احيانا في اللحظه الاخيره في كثير من الصفقات. بس الفتح كانوا مستائين من هذا التعامل يا ابو محمد. يعني انا بقول لك بغض النظر عن موضوع النادي، يعني كانوا مستائين من انه انت اتفقت معهم في موضوع لما بعدوا عنك غيرت الكلام. لا نقصد ان هذا المنطق عبد الرحمن، يمكن انت رجل يعني واكيد الاخبار. انا اقول لك انت تعلم. لا انا ابغى اجاوب، بس انت في كره القدم احيانا في صفقات في اللحظات الاخيره يعني تعامل معاها كصفقه، تعامل معاها انه كلا يبحث عن مصلحته. في بعض الامور احيانا المتغيرات المؤثره، لكن صدقني بالعكس انا نادي الفتح نادي عزيز ونادي ان شاء الله شقيق، ونتمنى انه احنا بالنسبه لنا كنادي السعودية نصل لكل الامور اللي فيها توافق، لكن مصلحه النادي الاهلي من وجهه نظرنا كمان احنا هي الاهم. حلو، طيب خليني اروح للدوري. اليوم الاهلي على مستوى
الترتيب والعطاء الفني ابو محمد تعرف وشايف موجه الغضب عند الاهلاويين على العطاء الفني، لكن باخذ جزئيه الكلام بالنسبه لعمر الصومه وتصريحه لما قال احنا ما قدمنا مهر الدوري، تعليقك على هذا الموضوع او الاهلي ما عنده مهر الدوري، وشفنا يعني يمكن كان في موجه غضب على عمر الصومه في هذا العمل، وكون معك يعني صريح كانت وجهت للاداره انتقادات لاذعه على التعامل مع عمر الصومه، وشفنا في المباراه اللي بعدها اصبح عمر الصومه هو كابتن اخذ يعني شاره الكابتنيه، فكانت ايضا موضوع استياء اخر على الاداره. تعليقك. شوف يا عبد الرحمن يعني والعويس يعني كان معه برضه. خلينا نتفق يعني عارف احنا مشكلتنا كمان يمكن الخروج برا الملعب في بعض الامور هو الشيء الأسوأ في هذا الوضع بالكامل. في اخطاء، خلينا نتكلم معك بشكل عام، اخطاء مختلفه يعني انا يعني امتلك كل الجرأة ان اقول لك في اخطاء اداريه، في اخطاء فنيه، في اخطاء لاعبين، لكن طبعا احنا اولا واخيرا نرفض اي تصرف في تجاوز للنادي باي شكل يؤثر على شكل النادي على الموضوع. كيف رفضت التصرف عمر؟ ما يعني شوف من جهتنا احنا بنتخذ الاجراءات، لكن ما اولا انت رافضه ولا لا التصرف؟ لا عبد الرحمن خليني اشوف انا ابغى اوصل لك حاجه واحده، خلينا نكون عشان انا ما بوصل في امور تفاصيل، انا في الاخير همي الاول والاخير هي مصلحه الكيان. واحده من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا حقيقه في الفتره الاخيره هي التسريبات، ما بقول انه اغلب المشاكل بتخرج مرة، في كثير او كل اغلب الانديه بتحصل فيها بعض الامور، احنا مشكلتنا انه خرجت للاعلام، لما تخرج للاعلام النقاش ولا في ناس بتضرب في اداره وفي ناس تضرب في لاعبين وفي ناس تضرب في جهاز فني وغيره، احنا اللي اقدر اقوله في هذا الموضوع يعني انت تقصد انه في تسريب في الاهلي؟ في اخطاء في الاهلي فيها شوف بيئه فيها كثير من الاحيان يعني عارف بيئه طيب. فيها كثير من الاثاره في الفتره الاخيره للاسف يعني بيشارك فيها اذا كان الاعلام او بيشارك فيها مثلا حتى من مسؤولين او حتى في النادي الاهلي او محسوبين على النادي الاهلي. انت مشارك فيها ابو محمد؟ لكن اكيد انت مشارك فيها؟ اي طبعا. انت تسرب برضه في الموضوع؟ لا ما اتكلم عن تسريب، احنا نتكلم يا عبد الرحمن عليك ارجوك عشان بس نقف عند هذه الحد. صح. انت الان ما هو المفترض اني اجي واقول انا طبقت عقوبه ولا سويت اجراء ولا عملت اوكي، انا بتكلم انه اللي بيحصل ترى كثير من الانديه فيها، اذا تكلمنا على الشق المادي او الشق الاداري هذه الامور بتحصل في كل نادي، انا بتحدث معك بكل صدق في اخطاء، نعم في اخطاء، لكن حلها ليس عن طريق الاعلام، في اداره، في اداره مسؤوله، اي لاعب المفترض انه في لو في اي شيء اول جهه هي المسؤوله هي مجلس الاداره، احنا لن نقبل وحنرفض اي وحيتم التعامل معها وتم التعامل معها فعليا لانه في الاخير بغض النظر عن اي شيء لن نقبل اي حاجه فيه اساءه للنادي، لكن انا ما ابغى اتكلم اقول 1 2 3 4 ما هو من حق اللاعب ياخذ دور الاداره والاداره تاخذ دور الشرفي او الشرف ياخذ دور الاعلام. طيب. احنا في هذه الامور بالعكس في امور لابد ان تحترم، كيان لابد يحترم، كل واحد يقوم بدوره بغض النظر عن اي. طيب علق لي ابو محمد على عمر الصومه، انت كيف شفت التصريح؟ كيف طلعت؟ عبد الرحمن انا ما حاعلق عن حاله خاصه. لا لانه ما علقتوا عليها، ما كان لكم اي وجهه نظر فيها، فاليوم مفترض اسال عنها. ما هو مطلوب اني اطلع علق فيها في الاعلام، انا يمكن كلامي واضح، احنا بالنسبه لنا الموضوع هذا انتهى تماما. ممتاز. وبالنسبه لنا الان في جهاز اداري حقيقه بيقوم بدوره بشكل كبير الاخ نايف القاضي، وهذه من الحاجات اللي هي يمكن يعني القريب من اللعيبه والقريب من الجهاز الاداري يلمس بالعمل اللي تم خلال الفتره. في اخطاء فنيه بيتم المناقشه فيها، في اخطاء اداريه، في بنبذل الجهد حسب الامكانيات المتاحه. طيب تفضل كمل جزئيتك. لكن بقول لك يعني احيانا البعض يعني بالذات في تناول الموضوع يبغى ينتقد اي موضوع، يعني اي موضوع يثار في الاهلي تدخل في امور اخرى واشكاليات اخرى. طيب بروح لسعيد مولد اذا سمحت لي يا ابو محمد، يعني سعيد مولد هل كان في تدخل في اللي صار مع سعيد مولد؟ الاخبار عندنا انه كان خلاص انتهى تقريبا مع التعاون وكان في تدخل وتعطلت الصفقه من اداره الاهلي او من عنده؟ لا 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 انا ما شفت، ما بتكلم في امور خاصه باللاعبين، الان الوضع العام صدقني عبد الرحمن اللي يحب الاهلي الان من جمهور. بس انت جاوبني هذا كلامي، انا جايب معلومه، معلومتي صحيحه قول لي صح قول لي خطا. المعلومات لن تنتهي، اذا ابغى اجاوب كل حاله على حده حطفل حتديني 20 لاعب و20 اداري و20. انتم عندكم 20 لاعب عنده مشكله يعني؟ اكيد في اي نادي في مشاكل، المشاكل موجوده، بس مو المطلوب انه انا الان سبب التواصل معك نتكلم عن مشكلة محددة. أما فيما يتعلق باللاعبين أتوقع أنه كل واحد محب للنادي ما نحتاجه الآن هو الهدوء. بس مهم اليوم أنت جالس ترى تقول كلام مهم يا أبو محمد، أنت اليوم
تقولون عندنا مشاكل، يعني هذا مهم للإعلام الأهلاوي، للجمهور الأهلاوي إنه يعرف الوضع في النادي. أي نادي موجود فيه مشاكل، في أنا بقول لك في أخطاء، نعم في أخطاء، الأهم إن إحنا بالنسبة للمرحلة الجاية مرحلة مستعدين لها بالكامل إن شاء الله. النادي الأهلي يعني فيه إن شاء الله رجال مخلصين، كيان كبير، تحديات هذه بتوجد في أي نادي، حتى على مستوى النتائج، حتى على مستوى المعوقات المالية. أنا لو سألتني أنا أتمنى بس إحنا ما نحتاج الآن هو نوع من الهدوء. طيب اسمح لي يعني لازم أسأل عن كل المواضيع. أنا الرنجي المواليد كان عنده أيضا جاله عرض أظن من أحد الأندية، أعتقد إذا ما خانتني المعلومة أنه كان من أبها، وأنت قلت أنه إحنا نحتاجه، ومع ذلك فوت على اللاعب يعني فرصة عقد كويس مع أبها. لا عارف، أنا يمكن تكلمت فيها في بداية الحديث، الفترة آخر فترة التوقيت يعني كان في بعض المفاوضات، والمفاوضات اختلفت من برضو من جهة النادي الآخر، لكن حالة عادية وحالة بسيطة. يعني معليش عبد الرحمن، يعني تتكلم عن أمور، هل هذا الأمر اللي أنت بتقوله الآن، أنت جبت لي 3 أو 4 قصص، سؤالي لك شخصيا، هل هذه الأمور ما هي موجودة في أي نادي؟ أتحدى، ما أعرف، ما عندي معلومة، أنا عندي المعلومات اليوم على الأهلي. لكن لو 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 هذا السؤال، أنت يمكن هذه المعلومات اللي نقل لك اللي قال لك هي بيعطيك تفاصيل داخل الغرفة. يعني اللي قاعد أقول أنا كله صحيح اليوم؟ لا انت بتقول اللي بتثيره، اي سؤال بتثيره هذا موجود في اي نادي. ما هو المفترض اني انا لما اطلع رئيس النادي بتكلم اقول لك 1 2 3 4، لو سالت اي احد من الزملاء الاخوان في كل الانديه حتلاقي والله في واحد كذا في. طيب عادي في، يعني ما في مشكله ابو محمد، احنا عارفين انه ممكن موجود في كل الانديه اليوم انت معنا، يعني لازم اسالك عشان تجاوب عنها انا عشان ما تصير بعدين تاخذ في اطار اشاعات. انت اليوم كرئيس نادي، كرئيس الاداره موجود، اسالك مباشره، لك حق تجاوب، لك حق تقول انا امتنع عن الاجابه، امر لك، ولكن احنا كاعلام لنا الحق ان نسال. صحيح، في اسئله يعني الامور التفصيليه الخاصه بالفريق القدم، انا اتوقع ان احنا انا هدفي الاول والاخير الان هي مصلحه النادي الاهلي وكل اهلاوي يتمنى. كثرت وتداول مواضيع اليومين هذه، انا اعتقد انه بيزيد الامر يعني اكثر يعني في غير مصلحه النادي. خلينا نتجاوز هذه الفتره. انا زي ما قلت لك يمكن العمل خلال الفتره اللي فاتت ان احنا جبنا جهاز اداري خبير حقيقه لعمل منظم، ونهايه القاضي خيرها مسؤول امثاليه عمل متمرس حتى على مستوى المنتخبات بكل صدق. يعني يمكن كان حلقه وصل جيده والرجل بيعمل عمل جيد، وإن شاء الله كل الأمور هذه ما تنتهي بالقرب. طيب أستاذ عبد الله، أنت متابع أكيد ما يطرح على مستوى الإعلام الأهلاوي في البرامج. كثير من الإعلاميين اليوم المهتمين بالأهلي والقريبين من الأهلي يتحدثون بأنه اليوم الأستاذ عبد الله مؤمنة لو وجد أحد يشيل هذه المسؤولية التضامنية هو سيرحل، وكأنه الحديث هذا كأنه نقلا عنك. أنت اليوم إذا حصل وجود شخص يستطيع إدارة الأهلي، أنت ممكن اليوم ترغب في الرحيل من الأهلي؟ شوف يا عبد الرحمن، أول حاجة يمكن أنا يعني الموضوع هذا بالذات بيطرح من كثير من الأخوان واللي اتصل بي هاتفيا وغيره، الأهلي باب أو نادي مفتوح للجميع، ونادي رجاله يعني ما شاء الله تبارك الله على مدار التاريخ دائما يوقفوا. أنا بالنسبة لي لا تتوقع أنه أنا يعني أنا جزء من المنظومة، أنا جاي لخدمة النادي الأهلي. أيوه. قسما بالله العظيم انه الجو في النادي الاهلي بكل تحدياته، بكل التركه اللي انا استلمتها في النادي الاهلي، حلو، سواء على مستوى التزامات، سواء على مستوى ملفات يعني صعب اني اخوض فيها بشكل تفصيلي، ممتاز. التحديات هذه رقم واحد لازم تكون تحطها في الاطار العام. انا بالنسبه لي اتمنى من اي شخص له القدره وله الرغبه انه يدعم النادي الاهلي، ما اعتقد انه هو مشروط وجودي او عدم وجودي. وإذا جاء يعني في الأخير يعني أنت عندك الرغبة، بس أبو محمد هذا سؤالي، أنت يعني لا عندك الرغبة، إذا جاء شخص جاهز أنت ما عندك مشكلة وعنده يتحمل المسؤولية التضامنية ويدير الأمور في الأهلي، أنت ما عندك مشكلة صح؟ ما هو استغرق المسؤولية التضامنية، هو يتحدث عن قدرة مالية، عن قدرة مالية صحيح. أنت الآن النادي الأهلي الآن يعني يمكن من 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 طيب. من شهر إلى الآن حجم الدعم الشرفي ما في أي دعم. طيب. فأنت بتحتاج جزء كبير من نجاح أي منظومة، أنت عندك الآن مدخولاتك. ترى ما أتكلم أنا عن دعم يا أبو محمد، أتكلم عن الرئاسة، أنه شخص يجي يكون هو رئيس النادي. خيار الرئاسة. أنت ما عندك مشكلة، هذا بس سؤالي أبو محمد عشان ما أطول. خليني بس عشان أتحدث. خيار الرئاسة ما هو خيار تتخذه في تنقله زي ما أنت بتقول عن طريق أصدقاء ولا تنقله في مجال. خيار الرئاسة أول شيء في منظومة اسمها وزارة الرياضة. ثاني حاجة في جمعية عمومية يتم فيها المناقشة.
ثالث حاجة في أداء يتم تقييمه. أنا بالنسبة لي إذا أي حاجة فيها مصلحة الأهلي عبر النمط الرسمي اللي يحفظ حقوق النادي ولا يصرف النادي في حالة غياب أو حالة غياب سواء إداري أو تكرار نفس الأخطاء السابقة، ركز عشان لا نقع نجي بعد فترة نفس الأمر، والله العظيم أنا مع مصلحة الكيان، لكن نحن نبغى نجي نقول أي أمشي في واحد يبغى يدفع، هذا ما يليق بالأهلي. الأهلي نادي له رجال وله تاريخ وله مرجعية رسمية. يعني تفضل اعتقد انه يعني انا بتكلم معك بشكل واضح، إيه؟ لا تتوقع حقيقه. اي بس انا ابغى الجواب. انت اذا اليوم جاء واحد بيقول انا يا استاذ عبد الله انا عندي قدره ماليه ولكني اريد ان اكون الرئيس، انت ما عندك مشكله، شوف وفق الاطر القانونيه الكلام الافتراضي سهل، اعطيني شخصيه تقول لي ابغى ادفع الان 10. طيب حلو، بس انا باخذ الموافقه ويمكن اعطيك شخصيه ترى، بس انت موافق؟ ما هو في برنامج تلفزيوني يا عبد الرحمن. انا اسال قول لي. انا ما عندي أنا شوف انا طيب اوكي أنا طيب خليني اقول لك بناء على كلامك. بس تفضل، لا تحاول، انا رجل احمل اسم رئيس النادي الاهلي، واعتقد احتراما للنادي واحتراما حتى للمنظومه الرياضيه انه حتى لما يطرح نوع من يكون في نوع من الواقعيه. احنا في عندنا حاله غياب دعم شرفي، حلو. انا بتعامل بالموقف، انا يمكن لما بطلع بتكلم من اول ما جيت واقول توازن مالي، لاني انا اثق انه 70-80% من مشكله النادي الاهلي هي المشكله الماليه. ممتاز. انت ايش الفرق بينك وبين بعض الانديه؟ انه في بعض الشرفيين الذي يغطي. انت بالنسبه لك في النادي الاهلي الان بتعتمد بنسبه كبيره. حلو. بنعمل وبنشتغل على طيب. موضوع تقليل الرعايات، وبنحاول ونشتغل ان شاء الله باذن الله انه هذه حتكون خلال الفتره الجايه فيها مدخولات كبيره بالنسبه. طيب انا ببني على جوابك انه انت ما عندك مشكله، ولكنك ترغب في الحفاظ على الاهلي على ككيان بانه يبقى وفق الشكل اللي انت تنتظره في الاهلي، وما يحصل الاخطاء اللي كانت في الاول. والاستاذ عبد الله مؤمنه ما عنده مشكله في هذا الموضوع، صحيح كذا انا فهمت صح؟ انا بالنسبه ما ادري، انا كلامي واضح، انا فهمتك صح. طيب حسب هذا الحديث، المعلومات اللي عندي انه في جروب كان خاص بكبار الاهلاويين وانت كنت موجود فيه، وطرح هذا الموضوع بانه واحد من الاسماء الكبيره في الاهلي على انه يتواجد كرئيس، وبعدين انت طلعت من الجروب. عبد الرحمن انت يعني معليش، يعني هل تتوقع انه مثلا يتم نقاش موضوع يتعلق باداره نادي وعلى الملا وتقول لي دخلت الجروب؟ احنا بنتكلم عن عمل نظامي، اتوقع الموضوع هذا وش بيعطي عمل نظامي، في شيء اسمه جمعيه عموميه. تتكلم على الفكره انا رياضة. يا اخي اعطيني واحد يجيني اليوم يقول لي هذه 30-40 مليون انا اتعامل معك. لا ما بفضل اتكلم في الاحلام، خلينا نكون واقعيين. الاهلي جالس فتره فراغ اداري كبير، الاهلي الان ما في واحد يساله 10,000 ريال، الاهلي الان بنعتمد على دعم وزاره وبنعتمد على بنحاول نحن نسعر الرعايات، اني نجي اقدم النادي الاهلي. طيب ساعتها نتحدث في الاحاديث هذه اذا حلو. طيب انا قلت لك يا ابو محمد انا بسال كل الاسئله الموجوده، لانه اليوم الموضوع يعني جالس يطرح، فانا ابغاك تجاوب. سالتك بناء على حديثك اللي بنيت عليه هذا السؤال، والحق لك في الاجابه ابو محمد، انت تعرف حقك وتقديرك. انا طيب. اللي يهمني يا عبد الرحمن ان احنا بالنسبه لي يعني في حديثي، احنا بالنسبه لي في النادي الاهلي حنستمر في العمل طيب. لمصلحه الكيان. حلو. وان شاء الله نتجاوز اي تحدي. طيب اسمح لي، فبعد مباراه العين تحديدا، مباراة العين ابو محمد، انت اجتمعت مع اللاعبين وقلت اللي حصل في المباراة كان عار، هذا الكلام صحيح؟ لا لا صحيح يا حبيبي، ما انا ماني عارف انت فين بتجيب هذه. عبد الرحمن ما يعني انت القصص والحكايات هذه خلفها في بعض الناس اللي عندها تحزبات، وفي بعض الناس اللي عندها اهداف خاصة، وفي بعض الناس اللي عندها مثلا اثارة فتنة عشان امر اخر. انا ما حقق. طيب جاوب، خليني امشي معك في السياق ابو محمد. طيب جاوب، انت تشوف هذا الموضوع حصل، انت تقول ما حصل، ما في شيء عادي، يعني احنا نسال سؤال، انت تقول ما حصل هذا الموضوع فقط، حقك يعني ابو محمد، ما في حساسيه في الموضوع صحيح؟ اي تفضل. ما حصل هذا الموضوع؟ لا لا غير صحيح. طيب عندي بس حسين شريف يبغى يتداخل معك اذا سمحت لي ابو محمد، تفضل. ابو محمد مساك الله بالخير. هلا حياك الله. اولا اشكرك لظهورك مع برنامج الديوانيه والظهور في الوقت الراهن يعني بالنسبة للأهلي يعني نوع من الشجاعة لك، لكن في سؤال الجمهور الهلاوي دائما يتسأل عنه، إن بداية الموسم مدرب الأهلي تحدث في أكثر من تصريح بعد أكثر من مباراة إن الفريق يحتاج مدرب. فترة التعاقد الشتوية تعاقد مع مهاجم، ظهر المدرب بعد مباراته وتحدث ورفض التحدث عن ليش ما حضر مدافع. هل المدرب بالفعل طلب منكم مدافع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المهاجم هل وصى به المدرب إحضاره؟
اول حاجه حسين، انا يمكن ذكرت انه في بالفعل بعض الامور اللي بيتم ناقشتها مع المدرب بجانب الفني والاداري. احنا بالنسبه لنا خيار المدافع كان خيار قوي جدا، بس العائق الوحيد اللي واجهنا احنا حاولنا يمكن مع 3 لعيبه ودخلنا معاها، يعني كل واحد اخذ فتره طويله، فتره الشتويه فتره صعبه جدا، يعني يمكن كل الاسماء متداوله ولكن ما توفقنا ولا واحد فيهم. اخرهم كان اللاعب السعد. حاولنا، كان عندنا مشكلتين. المشكله الاولى انه احنا نتعامل مع ملف قائم عشان تقدر تجيب واحد مكانه، وهذه اللي واجهتنا فيها صعوبه كبيره جدا في بعض الملفات القديمه، لانها كلها انت زي ما انت بتفكر انك انت تجيب مدافع ولا مهاجم، الطرف الاخر بيفكر يبغى يحقق مزيد من المكاسب التعويضيه عشان يسمح لك انك انت تعمل وتسجل. هذا امر لابد يكون واضح، يعني بغض النظر عن بس ابو محمد المهاجم. جينا في المدافع بدانا يمكن عملنا 3 عروض تقريبا، يعني على فترات متفاوته، لم يكتب له النجاح. وكان عندنا البديل الاخر اللي هو اللاعب طبعا اوسو كان موجود، بس برضو الاخوان في نادي الفيحاء كان عندهم وقت محدد لتجديد الاعاره وعدمه. كان طلبات طبعا متفقين عليها مع المدرب انه مدافع بالدرجه الاولى وجناح ايمن بالدرجه. طيب في حديث ابو محمد كان على موضوع اللاعبين وعدم اجتماعهم معك، هذا دار كثير، تعليقك عليه هل هذا كان صحيح؟ لا غير صحيح. اللعيبه انا ما كان بيني وبينهم اي نقاش انك انت لا تجتمع بنا او تجلس بنا. ترى احنا في الاخير يعني في بعض الامور لا تعقل ولا تصدق يعني. زملائي تبون تستلون استاذ عبد الله؟ والله ان سمحت لي اول شيء انا تفضل ادعو لابو محمد ان الله يعينه ويوفقه. ثانيا اهنيك على اختيار نايف القاضي، شخصيا انا اعتز اني عملت معها في المنتخب الاولمبي، فكر عالي مهم في هذه المرحله. الشيء الثاني انا اعتقد ان ابو محمد الان يعني كيف سؤالي هو كيف انك تقدر تحد من مثل هالتسريبات؟ واضح انه في تسريبات، في ناس قد يكونون مقربين من نادي يحاربون النادي لأجل مثلا عبد الله مؤمن، ما أقول يحاربونه لأنه ما يحبونه، لكن خلني أقول لأنه ما يبغون لهم شيء يعني ضدك أو ما يبغونك. أعتقد أنه اللي قاعد تسويه وهذا كثير من الجمهور مهو حاس فيه، اللي هي موضوع الكفاءة المالية خلال هالسنة هو يثمر السنة الجاية. الأهلي أنا أكرر اللي قلته، الأهلي المشكلة الأكبر أن الجمهور لقاه في موقع أكبر من إمكانياته وظروفه الحالية السنة هذه. كيف تقدر تحد من مثل هذه الإشاعات الفترة ذي؟ وإيش تتوقع للسنة الجاية؟ أشكرك أبو تركي على الطرح. حول زي ما تفضلت هي إشاعات، وإذا تبغى تلتفت للإشاعات أو مثلا التجمعات اللي بتتم عن طريق وسائل التواصل أو خلافه أو غيره لن تعمل. في تحديات، أنا يمكن قلتها من أول يوم، نعم في تحديات. إحنا مشروع على مشروع 4 سنوات، في تحديات عشان تمشي لابد تتعداها، اللي هي الأمور المالية. وفي أخطاء، يعني أنا ما بطلع وأسوي أعمل فيها، لكن في أمور بنحاول نعمل على تصحيحها من النواحي الإدارية. أعتقد زي ما قلت الآن جهاز إداري عنده إمكانيات، من نواحي اللاعبين إن شاء الله نحن نتفقهم، ومن نواحي اللي أنت ذكرتها بالذات يعني موضوع الكفاءة المالية. أنت تتكلم نادي هو في آخر تقييم، الحمد لله استطاع تجاوز هذه المرحلة. على مستوى الاستراتيجية تجاوزنا هذه المرحلة، نتعامل مع المرحلة بتحدياتها كل فترة فترة، وحتواجهنا تحديات، تواجهنا مخاطر. طيب. لكن انا واثق ان احنا في الاخير ان شاء الله سننتصر. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من يعمل لصالح النادي الاهلي. طيب. يعمل من يضحي للنادي الاهلي. انا في بيئه ما هي سهله. وزي ما قلت يمكن في كثير من الحديث مع عبد الرحمن، يعني كثير تحصل في بعض الانديه، بس في الاهلي في بعض يمكن ايش اسميها، يعني في بعض لا صدقني ابو محمد لو طلع اي رئيس نادي وعنده هذه التفاصيل راح ينسأل عنها في النهايه. يعني انا سؤالي لك، انت رجل مطلع، احنا انت على مستوى الارقام او مستوى الالتزامات، يعني انت عارف اكيد انه احنا اغلب الانديه في نفس الوضع. نعم. حتى على مستوى اللعيبه غرفه الملابس بتحصل مشاكل كثير في كل الانديه. صحيح. لكن يمكن تسليط الضوء على النادي الاهلي اكيد في لها خلفيات اخرى، لكن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نتجاوز هذه المرحلة. لا احنا ما عندنا خلفيات اخرى ترى ابو محمد، احنا نسأل بناء على الاخبار، احنا نتعامل مع الموضوع كمهنية اعلامية فقط مع كل الاندية، يعني انت عارف يعني الاهلاويين.
تقصد هذا عاد انت وياك كيفك. نتكلم بصفه عامه هذا يعني زي ما قلت لك احنا بالنسبه لنا عندنا مشروع وان شاء الله ان احنا نتوفق وبنعدل كل امر يحصل وعندنا القدره ان شاء الله باذن الله ان احنا. الجمهور يسال ابو محمد عن محمد الفتيل عبد الرحمن غريب. والله عبد ان شاء الله باذن الله شوف كل لاعب يعني حريصين على الحفاظ عليه لعيبه غاليين وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى انه هذه المواهب الاهلي النادي في كثير من المواهب احنا نحافظ عليها ان شاء الله وكل ما يضمن أو يكون في فائده بالنسبه للنادي الاهلي احنا نحافظ عليه ان شاء الله باذن الله ومن يرغب في خدمه النادي الاهلي احنا مستمر معنا ان شاء الله. طيب في ملفات كثيره والله يا ابو محمد ابغى اسال عنها سامحني. في برضو حديث على العاملين في النادي انه لهم اكثر من شهر ما استلموا الرواتب، هذا حديث صحيح او برضو بتاخذوا اشاعات؟ ما سمعتك معلش عبد الرحمن. العاملين في النادي لهم اكثر من شهر ما اخذوا مبالغهم الماليه كرواتب؟ في مستحقات ان شاء الله شغالين عليها باذن الله. لهم يعني عندهم رواتب ما استلموها؟ ان شاء الله في بعض المستحقات اللي احنا بنشتغل عليها باذن الله، ويعني احب اطمنكم ان شاء الله باذن الله امورنا الماليه افضل حتتحسن الفتره ان شاء الله. وربنا كريم انه احنا نتجاوز هذه المرحله من القصير في الاجل. طيب هل احمد بمعوضه عادل الفريق فترة الشتويه وهل هو عودته بتكون كمدير احتراف؟ لا ما هو جات فتره على اساس انه في بعض الملفات القديمه اللي حاولنا نلاقي لها حلول واستعنا بالرجل وجانا وعمل معنا والان ما في اي ارتباط عمل معه. في شيء تبغى تضيفه ابو محمد في هذا الملف الاهلاوي الكبير؟ والله اشكرك وطبعا انا اشكرك على تحملي يعني، ولكن هذه الاسئله مطروحه. انا عارف بس انا يعني بكل صدق يعني يمكن انت شايف حجم التحديات اللي حاصله وشايف حجم يعني هذا الوسط الرياضي وانا يمكن تعودت على هذه حاصله في الوسط. الاهلي مشروع خلفه رجال وخلفه كيان كبير، كل التصرفات ان شاء الله بما يليق بالكيان. اتمنى 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 بالعكس انا اي شخص له الرغبه في دعمنا في الوقوف معنا في مناقشتنا الباب موجود. يمكن احنا اكثر يعني اكثر اداره واكثر شخص اجتمعت انا حتى مع الشرفيين في النادي الاهلي وقريب من رجال النادي الاهلي وحريصين على النادي الاهلي اولا واخيرا. فتره راحت عدي. وضع اللاعب الصربي بالله معليش ابو محمد، وضع اللاعب الصربي في فيكسا وشو صار عليه تقديمه للانذار؟ والله عنده اصابه يمكن مدتها تقريبا يعني حدود 3 اسابيع وان شاء الله انه يعني بعدها يرجع يعني يحتاج يمكن دكتور. موضوع المترجم الغامدي صار شيء فيه؟ اي خلاص احنا شغالين معاه على ترتيب التزامات ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عبد الله مؤمن رئيس نادي الاهلي متحدثا عن كل هذه التفاصيل وهذا الملف اللي يخص الاهلي. شكرا جزيلا لك. نروح الفاصل وارجع اكمل مع الضيوف. ضربة جزاء بالدقيقة 90 يا سعود، سعود يستعد للتسديد، تسمع صوت الجماهير، سعود 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 كرة القدم تمشي في عروقنا، تنبض في قلوبنا، كبرنا معها، عبد الله
نصنع بها أيام وذكريات. تملأنا شغف نغني لها. نستنى أحداثها. نفتخر بها. وتصنع لنا أبطال وكؤوس. وبكل فوز الأساطيرها. نلعبها في كل مكان وزمان. ونحلم بها. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة سعد المهدي، طلال الشيخ، تركي السالي وحسين الشريف مع حفظ الألقاب. كان طبعا معنا قبل الحلقة رئيس أو قبل الفاصل رئيس نادي الأهلي الأستاذ عبد الله مؤمنة، تحدث بكل جراءة في وقت أعتقد مهم يحسب للأستاذ عبد الله مؤمنة خروجه في هذا التوقيت والحديث عن كل هذه الملفات فيما يخص البيت الأهلاوي. حسين الشريف، أولا في البداية صراحة أنا أحيي الأستاذ عبد الله مؤمنة أبو محمد على الظهور وعلى الحديث في كل الموضوعات بدون تحفظ على أي موضوع يطرح في البرنامج، وهذا أعتقد نوع من الشجاعة برغم الإدارة الأهلاوية لا زالت هي المتهمة في الأخطاء اللي صارت في النادي الأهلي. أيضا نحيي البرنامج على استضافة عبد الله مؤمنة في هذا التوقيت الحرج للنادي الأهلي وطرح الأسئلة بكل جراءة وشفافية في هذا الجانب، وأنا أعتقد كثير من الأمور تكشفت عند جمهور النادي الأهلي وأنا أشكر أبو محمد فيها. وإن كنت لازلت أقول السؤال اللي هو الأهلي كيف حصل على الكفاءة المالية من خلال إنه الاتفاقية ما تمت إلا في آخر شهر يناير وهي الفترة اللي تخص التسجيل. هذا أبرز موضوع في الجانب. الموضوع الثاني أعتقد وضحه أبو محمد توضيح كامل وجريء وتحسب له، ويجب 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 أن تكون التعامل الأندية رؤساء الأندية بأن يظهرون في الوقت الصعب عشان يشيلون لبس أو الإشاعات زي ما ذكر أبو محمد في هذا الجانب، ووضع الجمهور في الصورة أول بأول. أنا من الناس المؤيدين دائما وضع الجمهور في الصورة أول بأول. نعم. أخطاء موجودة أعترف بها، أعترف بأخطاء الإدارة، أعترف بأخطاء الجهاز الفني، أعترف بأخطاء اللاعبين، وأيضا وضح نقطة مهمة جدا إن مسألة اللاعب كان في جهد كبير إدارة النادي إلى آخر يوم من أجل استقطاب لاعب، لكن جميع المحاولات لم يحالف التوفيق. طيب خلينا نروح لموضوع آخر. زميل محمد بن سمحة تواجد اليوم في المؤتمر الصحفي لنادي الاتحاد والذي عقد اليوم لتوقيع رعاية جديدة للفريق. رئيس النادي الأستاذ أنمار الحائلي كان في حديث مع الزميل. تابع. من بداية الموسم الماضي من يوم ما احنا استلمنا زمام الأمور بإدارة نادي الاتحاد
لدينا استراتيجية الحمد لله واضحة الحمد لله، سواء فنية أو إدارية. الظروف الصعبة، الجائحة العالمية اللي قاعدة تجتاح العالم كله، شفنا أندية في دواري كبرى وغنية تعرضت لإفلاس، تعرضت لأشياء أكبر من ذلك، وهذا الحمد لله شكر نقدم لحكومتنا الرشيدة على اهتمامها بقطاع الرياضي بشكل كبير. أكيد إن شاء الله ما راح تكون النهاية، وإن شاء الله بإذن الله مستمرين ومستمرين في العمل بإذن الله تعالى. صعيد الفريق الأول الموسم الماضي واللي قبله تنافس على الهبوط، الموسم هذا تنافس على 3 بطولات ما شاء الله تبارك الله. تكلم إيش اللي صاير في الاتحاد، إيش اللي اختلف مع أنه الجائحة كانت ولا زالت حتى الآن موجودة، إيش اختلف داخل النادي؟ في البداية اللهم لك الحمد استقرار الجهاز الفني والإداري، إخواني اللاعبين أشكرهم صراحة على التضحيات الكبيرة اللي قاعدين يقدمونها. ظروف صعبة قاعدين نمر فيها في نادي الاتحاد، لكن بإذن الله حنتجاوزها جميعا، احنا متكاتفين الحمد لله ونعمل أخوة الحمد لله. إداريين في نادي الاتحاد سواء نائب الرئيس أستاذ أحمد كعك المشرف العام لكرة القدم، أستاذ حامد البلوي مدير التنفيذي، مدير الفريق كابتن مشعل السعيد، إخواني اللاعبين أقدم لهم هذا الشكر الكبير على التضحيات اللي هم قاعدين يقدمونها، ولولا الله ودعمهم ونتائجهم الممتازة ما تحصلنا على هذه العقود. بس النقطة مهمة، في فترة شتوية كثير تحدثوا من نقاد ومن جماهير لو كان الاتحاد عنده استطاعة في الكفاءة المالية ربما كان أحد المنافسين الأساسيين وربما كان متصدر الآن في الدوري. بالنسبة للفترة الصيفية الفترة القادمة بالنسبة للاتحاد، هل هناك خطة أن يكون الاتحاد يستطيع تسجيل؟ وخصوصا نتكلم عن صفقات. في البدايه الحمد لله فريقنا متكامل اللهم لك الحمد، وواضح الحمد لله نتائجه في ارضيه الملعب. ان شاء الله وقتها كل حد حديث، بس نتمنى من الجميع الصبر دائما. الاسئله يعني مستبقه في سواء في الجهاز التدريبي او في اخوان اللاعبين، نصبر ان شاء الله ننتهي الموسم عمل احترافي، نقدم النتائج اللي نشوف وش نحتاجها وش الاشياء اللي كانت ناقصتنا، نجلس مع اخوان اللاعبين نشوف مين ممكن يساعدنا في المستقبل. هذه اشياء تحتاج لها وقت وتحتاج لها عمل وتحتاج للصبر. الدوري اصبح هدف بالنسبه لكم؟ الدوري من بداية الدوري، الدوري ما هو هدف لنا، والدوري الهدف لنا الاتحاد بيحققه بإذن الله. أيضا الزميل محمد بن سمحة تحدث مع الأستاذ لؤي غلايني رئيس لجنة الاستثمار بالنادي عن أهدافهم المستقبلية وعقد الرعاية الرئيسي لنادي الاتحاد. شوف على صعيد الراعي الرئيسي، ودائما الجماهير تسعى الراعي الرئيسي زي ما تسأل عن التشكيلة. خلينا نتكلم تأخر الاتحاد وربما عدم الإعلان حتى الآن أو عدم وجود راعي رئيسي، هل هو عدة خيارات، هل هو تأني حتى تجدون أفضل خيار وأكبر يعني دخل ممكن؟ للأمانة هو اليوم الراعي الرئيسي هو يعني من أهم المواضيع اللي نتكلم فيها في كيف كإدارة نادي الاتحاد ولجنة الاستثمار. اليوم أنا ما أبغى يعني أتسرع في اختيار راعي، أو اليوم عندنا عدة اختيارات للأمانة، ويمكن أول مرة أقول هذا الكلام إنه عندنا عدة رعاة، لكن اليوم الراعي يعني لي الكثير، هو شريك. فاليوم أنا أحتاج إنه يكون شريك معايا لفترة طويلة، يمكن جات في فترة الجائحة الكورونا، يمكن إحنا النادي الوحيد اللي وقعنا راعي رئيسي في فترة 8 مباريات الدوري كان فاو معنا. واليوم وان شاء الله احنا في يعني في مفاوضات مع عده شركاء ان شاء الله، بس اللي اقوله انا ان شاء الله اللي احنا بنشتغل عليه شيء حيسعد جماهير نادي الاتحاد وشيء يعني يرقى لجماهير نادي الاتحاد باذن الله. اعطينا معلومه كذا، ما انك تكلمت لاول مره، ما نبغى اسم، نبغى نتكلم انه باقي 9 جولات على الدوري، هل ممكن نشاهد راعي قبل نهايه الموسم في الاتحاد؟ والله احنا في المفاوضات تقريبا يمكن من شهرين تقريبا. راعي رئيسي يعني في امور والتزامات وواجبات على النادي على الطرفين، فاحنا في ان شاء الله نقول يعني ربنا يوفقنا ويعني نقول ان شاء الله خير، يعني ما اقدر اقول لك اكثر من كذا ان شاء الله. يعني نشوفك المره الجايه في الاعلان الرسمي، ادعي لنا نقول يا رب ان شاء الله. طيب اروح معك تركي السهري على حديث انمار الحايلي، يتكلم على الدوري بأنه ليس هدف اليوم عند الاتحاد أو عند إدارة الاتحاد تحقيق الدوري. يعني ما أعرف هذه ما الذي يعني دعاه أن يقول هذا، هل هو يعني بناء على وضعه الفني أم الوضع الدوري نفسه؟ هو يتكلم من البداية أبو غلا، يقول إحنا من البداية بدأنا الدوري وإحنا الهدف ما كان هو تحقيق الدوري. ما أعرف شو الخلفيات أو شو المسببات اللي خلتها تقول كذا، يعني هل هو يشوف إنه في أندية أقوى منه فنيا وبالتالي وضع هذا الهدف؟ أما أن المسألة يعني كانت نتيجة تراكمات وقال خليني أتخلص من تبعات تلك التراكمات ويكون وضعي أحسن حتى يتم التخفيف عليه من الضغط الجماهيري الكبير.
ما في شك أنه كان الكلام كبير على إدارة أنمار وكعكي والمجموعة. العام الماضي كانوا تحت يعني حمم هائلة جدا، السنة هذه لا يبدو لي الوضع المحيط الاتحادي كله يعني كان راضي وأهدأ، فبالتالي مشت أمورهم بشكل هادئ جدا يعني. وفعلا يتواجد في دور الثمانية في كأس الملك، الدوري مركزه جيد، العربية حيلعب على النهائي، فعنده يعني عنده مكتسبات خلقت هذا الهدوء وهذا وخلت يعني أنمار أكثر راحة في الحديث وفي الأفكار وفي الرؤى وفي الطروحات. تحدث عن مسألة الاستثمار في الاتحاد ومن خلاله ننطلق إلى الأندية، وما أعرف هل كانت إدارة الاستثمار أم لجنة الاستثمار. أظن أو على ما يبدو لي يعني مع اللي حاصل واللي قرأ يعني اتضح أنه من بداية الموسم أنه ما في شيء الاستثمار، أعتقد يعني مفهوم كبير جدا للأندية إذا كانت في حالتها الاستقلالية المادية وغيرها، وبالتالي عندها القدرة على الاستحواذ، عندها قدرة أن تستثمر، عندها قدرة أن تنشئ مشاريع، عندها قدرة أن يصبح عندها أصول. أعتقد هذا هو مفهوم الاستثمار. أظن ما يقومون بالجماعة اللي ما يسمون بإدارات الاستثمار أو لجان الاستثمار هم مجموعة من مندوبي الإعلانات. هذا ليس عيبا ولا قدحا فيهم، إنما يعني عمليتهم الأولى هي جلب إعلان للنادي على قميص النادي. كل فكرة الاستثمار كلها تذهب وتعود على القميص. يعني ما يمكن يقولون عندهم مثلا سلة فيها عقار وفيها أسهم وفيها ما في يعني ما نقدر نقول إنه في فريق استثماري على أعلى مستوى في الأندية. ناس متخصصين في كذا وناس متخصصين في كذا وشغالين في، وأصلا ما في ملاءة مالية أساسا. يعني ما في رأس مال، ما في يعني. وبالتالي خلونا نغير الموضوع. يعني ما نقول لجنة استثمار أو إدارة مدير عام الاستثمار في النادي الفلاني. أجل شو نقول؟ ما الله صراحة ما أدري. يعني نقول إدارة الإعلانات. التسويق جيد، كلمة التسويق أو مفهوم التسويق بوجود الشركات هذه. التسويق مفهوم يعني جيد مقبول، أنه إدارة التسويق أو فريق التسويق نعم يسوق قميص النادي، يسوق صورة لللاعب. يعني أنت مشكلتك مع المسمى يسوق بس. لا مع إيه المسمى كبير. لما أقول استثمار فينطلق يعني يندرج تحت الاستثمار أشياء كثيرة جدا. قلنا لك الاستحواذ، تملك الأصول، البيع، الشراء، يعني عمل كبير جدا. أصلا لما تروح الأندية وتفتش إدارات الاستثمار ما تلقى فيها إلا اثنين ثلاثة. يعني بقول لك على مثل عجيب، حالة عجيبة في أحد أندية الأندية المحترفة في الأندية، مدير إدارة الاستثمار يملك وكالة إعلانية، والعاملين في إدارة الاستثمار من شركة الوكالة الإعلانية حقتها. ما في استثمار يعني نغيرها نعيد تركيب المسألة من جديد. يعني فريق تسويق مقبول، تسويق مقبول، أسوق القميص، أسوق الكتف، ها هذا أيضا لولا الله سبحانه وتعالى ثم وزارة الرياضة ولملمتها للملف ثم اندخلت منشآت. بس أنت أول كنت تعترض عليها يا أبو إيش عليه؟ على الكتف وعلى القميص اليوم كنت معترض عليها. إيه أنا أجيك مسألة ما عرفنا لك. لا تعرف لي تعرف لي بعدين ما راح تصيدني. طيب شوف أنا إيش قلت تو؟ قلت لولا الله ثم سبحانه وتعالى وزارة الرياضة لكان الموضوع سداح مدح مفتوح على 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 الشخابيط، ها لكن وزارة الرياضة أدركت هذا، منشآت وزارة التجارة زين أدركت هذا، تم الاتفاق بين الطرفين، ها قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة تعول عليها الحكومة الشيء الكثير في الاقتصاديات العالمية 99% ربما من حجم الفرص في العمل والوظائف تخلقها هذه القطاعات، وبالتالي الحكومة كانت ذكية ما تركت هذا الموضوع للأندية. أمر آخر خلينا، أنا لما كنت أنتقده وما كنت أحبه وما كنت مقتنع فيه هذه الأيام كان قبل أن تعقد لجنة الكفاءة المالية اجتماع لها يا عبد الرحمن وتقر أنه ملفات القمصان والرعايات والعلات تعود للجنة المالية لاعتمادها. قبل ذلك لم يكن موجود حينما كنت أنتقدها في تلك الفترة. اليوم أنا أنتقد أو أسلط الضوء على مسألة إدارات الاستثمار ولجان الاستثمار. موضوع كبير جدا، موضوع كبير. نعم احنا في طريق الحوكمة، في طريق بناء الإدارات، في بناء الهيئة الهيكلة واو أشياء كثيرة، لكن ما يوجد الآن ليس له علاقة بالاستثمار. هي مجموعة من الأشخاص الذين يتفاوضون مع شركات أو مندوبي إعلانات
او اشخاص متخصصين في التسويق وفي الرعايات وفي الدعايات وفي الاعلانات يعني، او عندهم خبره بسيطه، يجيبون معلن على النادي ممتاز. ها طيب، وبعضهم على فكره ياخذ نسبته يعني، حلو، ياخذ نسبته من هالاعلان يعني نسبه المعلن يعني واللي جالب المعلن. فبالتالي انا اقول انه الاستثمار موضوع كبير جدا، نغل يعني اوكي الهيكل لابد ان يكون فيه، بس نخلي على الهولد شويه ونخليه على جنب، نقول تسويق. وانا كم مره اقول ابو غلط، هذا محور حقيقه يحتاج حلقه كامله نسلط فيها الضوء على موضوع الاستثمار في الانديه، ونعمل يعني من خلال اللي يعملون في هذا المجال من خلال الانديه ومن خلال الرابطه يعني. صحيح، اعتقد الموضوع يحتاج نفتح ومع خبر انشاء الشركات الان، شركه النصر، شركه الوحده، الشركات اللي انشات يعني. استكمال بسيط اللي تفضل فيه الاستاذ تركي، انا اعتقد ان الانديه لا تملك من شيء الا اسم النادي والبراند والمبني على ايضا فريق كره القدم الاول. اي لذلك لا يمكن لها ان تنوع في استثماراتها او تتحرك في اتجاه اي استثمار يتعلق بالملكيه التي لا التي يعني ما تملكها، لا 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 التي يعني لا تعود اليها ولكن تعود الى وزاره الرياضه. نعم، هذه من حيث الاساس. نعم. الامر الثاني الانديه في تحركها تجاه ايجاد رعايات واعلانات يعني سواء على القمصان او على او في النادي او في منشاتها، اعتقد انه زي ما تفضل ابو غلا انه يعني هو جهد اقل من ان يعني يعطى فكره الاستثمار، وايضا فكره امكانيه الاستغناء في الاخير او الاكتفاء الذاتي للنادي. يعني هو في الاخير هذه العوائد لن تكون كافيه باي ظرف من الظروف. الدعم الاستراتيجي طبعا يبقى الان هو المرتكز الاساسي لبقاء الانديه على قدميها في مساله استمرار انشطتها، وبالذات في ما يتعلق بكره القدم، العقود والمتعلقه باللاعبين والمدربين والى اخره. الحديث الاستاذين عبد الله مؤمنه وانمار الحائلي حقيقه يعطيك الفوارق بين الحالين يعني. يعني حالة ضيق وحالة انفراج يعني ما بين الأهلي والاتحاد في العمل الإداري والمالي. طبعا لا تعكسه ترتيب الفريقين يعني ترتيبهم الأهلي الثالث والاتحاد الرابع، ولكن الأمور يعني حادث تحت نار يعني وإن كان الرماد يعني يمكن يعلوها، ولكن في نار متقدة أسفل هذا الرماد. انا طبعا اكبر في الاستاذ عبد الله يعني تقبله للاسئله، وهذا يفترض ان يكون وضع طبيعي، ولكن قياسا على ما نعايشه وما عرفناه خبرناه من مسؤول الانديه او مسؤول اللجان او مسؤول الاتحادات تهربهم من المواجهه في ظروف معينه، انا اعتقد ان هذا يعني يشكر له، كما ايضا يشكر للبرنامج محاوره الاستاذ عبد الله واستخراج كل ما يمكن ان يكون اجابه على اسئله الجماهير بشكل عام وجماهير الاهلي بشكل خاص. وانا في اعتقادي انا ارى انه لو تمت محاصره رئيس اي نادي من ال 16 نادي بهذه المحاصره ستجد كثير ايضا من ما يمكن ان يقال لهم. ليس الاهلي الان في وضع غير طبيعي، ولكن كل لديه مشاكل بشكل او باخر. صحيح. وكل لديه يعني ما يعني تحتاج الجماهير الى ان يكشف عنها. لذلك اعتقد ان الحديثين كانوا مختلفين ما بين انمار وعبد الله. وانمار طبعا في وضع مريح الى حد ما، ولكن فتح ايضا الباب لابو غلا ايضا ان ينتقد، فانتقاده في محله، وانا اؤيد في الجانب الاستثماري انه لا يمكن ان يكون هذا استثمار بقدر ما يكون هو يعني تمشيه حال اكثر مما يمكن تسويق زي ما يقول. لا تمشيه حال يعني. طيب تركي وين بتروح؟ دختل ناخذ الحين على انمار وكلامه على الدوري، وقال انه اليوم احنا عندنا استراتيجيه وعندنا خلنا نقول استقرار فني واداري، لذلك اليوم تشوفون الاتحاد بهذه الطريقه، وانه احنا من البدايه يتكلم عن البدايه عشان ما نقول شيء عن الرجل. اني شايف حسين
لا هو ما قال بداية الصدق. لا أنا شايف حسين شايف نعم. هو يقول من بداية الدوري، يتكلم أبو أستاذ أنمار أنه من بداية الدوري كانت خطتنا إحنا في الهدف اللي إحنا نشتغل عليه ما كان هدفنا الدوري. إيه شوف، أول شيء أنمار نجح هذا العام ما في شك بكل تأكيد، وين الاتحاد العام الماضي وين هالسنة؟ فارق كبير. هذا الفارق ما جاء من عبث، ما جاء من صحيح لا زال بعض العقبات من ضمنها المالية أو غيرها، وهذه أشياء تبعات يعني يمكن فترات أيضا بعضها سابقة، في أخطاء ما في شك أنه في بعض الأخطاء، لكن يحسب، شوف الكل يخطي لكن يحسب اللي يتدارك كثير من أخطائه. أنمار والأخ كعكي السنة هذه صراحة فرق كبير للاتحاد، يعني وين فريق مهدد بالهبوط سنتين أو ثلاث إلى الآن تنافس على ثلاث بطولات، كل من عمل حامد البلوي كل اللي، بس أنا أتكلم لك يعني اللي كانوا موجودين العام. ما تبي تقول حمد لا والله، ونعم ويستاهل حامد كل خير وخبرة رياضية، بس لأن هم اللي كانوا العام موجودين ولا زالوا وتلقوا، يعني مش النقد فقط وأكثر من النقد وتحملوه من أجل الاتحاد وكانوا هادين وقدروا يرجعون. أنا بس ملاحظتي على النقطة اللي أنت تحاول تعدلها شوي وهو يمكن الخبرة خالت أنمار، يعني أنا أعتقد أنه كان يبغى يقول أنه بداية الموسم ما كان هدف، لكن الآن الفريق عنده إمكانيات ويقدر وينافس على ثلاث بطولات، لأنك لما تقول للعيبة أنه الدوري مو هدفنا معناته كأنك تقول للعيبة يعني أنتم محاسبين على باقي. لا، الاتحاد حسابيا عنده فرصة، إمكانيات، عنده فريق جيد جدا، تعثرات الدوري تحصل للفرق اللي تكلم عن هدف إدارة اللي أمامك. إيه؟ أنت أبو تركي الهدف اليوم في عمل الإداري وأنت أستاذ وتعلمني. لا حشا، في البداية أنت تضع هدفك. صحيح، هدفي ما هو تحقيق متفقين الدوري. قدرت أحقق الدوري خير وبركة. إيه بس ما حد قايل لك لا. صح، بس ما حد قايل ليش أنت لا غيرت هدفك. بس هذا واضح، يعني ما يحتاج إني أنا أجي عيده. لا لا، ترى ما أحاول أعدل شيء. بس أنا أتكلم بالمنطق. أنا بالنسبة لي ظهرت إنك تحاول تعدل. فهم فرصتي انا ماني مسؤول عن فهمك. لا، انا باللي اقوله انه عد تصريح في العمل، في العمل انا هدفي ولا ما ابدا الدوري. أوكي، وهذا كلام يا ابو تركي ترى كل المهتمين بالاتحاد. اقول لك من بدا الدوري وحده اولهم حسين الشريف. اليوم الاتحاد لا يجب ان لا يكون هدفه في البدايه متفقين الدوري. طب احنا هذا هدفنا. اوكي، قدرنا نحقق الدوري ممكن. ما قال كذا، هو ما قال كذا. الآن أنت في المركز الثالث، هذا يعني بديهي. لا لا لا، بديهي عندك. بديهي ما كان مع مؤمنة وبديهي. ها أسئلتك ما كانت. لا لا لا، الرجل يقول ويجاوب وترجع لا بد ما كان بديهي. خلى المرء يكون معه وشوف يتغير الموضوع شوي. هذا ما يقلل وله خطأ، لكن أعتقد أنه ما وفق في صياغتها. أيه؟ ولكن هو قالها، قال انه الدوري مو هدف، يعني ما حدد انه قبل ما كلنا متفقين الاتحاد نبغاه يستقر، لكن في النهايه بعيدا عن كل شيء الرجل نجح في ادارته السنه هذه والاستقطابات اللي جابها سواء على المستوى الاداري او غيره. صحيح، الرجل نجح نجاح كبير، اتمنى له التوفيق واتمنى له ان شاء الله تعالى انه يحقق احدى البطولات اللي ينافس عليها، لانه الاتحاد يستحق واداره البطوله العربيه. البطوله العربيه ايا كانت. أيه؟ حددتوها لسه للان؟ لسه. ها سيد الشريف مساء الخير. في وقت بس يعني معنا، يعني ان شاء الله معنا وقت. اي في البدايه بنبدا من الجانب التسويقي في نادي الاتحاد والاستثمار. يعني عندك انت روح للزوايا. انا عندي الوقت بس ابو اي اي الوقت الوقت تارك للزملاء التركي والزملاء. اي يعني انا قاصد اني ما اي بس عشان اعطيك معلومات كذا. نادي الاتحاد في الاداره هي اسمها لجنه الاستثمار، مكونه من 9 اشخاص وجميعهم متعاونين، جميع متخصصين في الاستثمار. ممتاز. واغلبهم موظفين في البنوك عشان نعرف نوعيه العمل في نادي الاتحاد. الانديه نجحت. إيه. طبعا نادي الاتحاد في كل العقود اللي وقعها حاط ليمت معين، لا يوقع باقل من القيمه معينه توازي قيمه نادي الاتحاد. إيه. الاتحاد الان من ضمن الاشياء اللي جتني تعليقات من قبل ناس مصادر موثوقه من نادي الاتحاد. إيه. نادي الاتحاد الان موقع مواقع المزادات العالميه لتيشيرتات الانديه. إيه. ويتم عرض تيشيرتات لاعبي الاتحاد في المزاد. أيه. هذا المزاد يعني هذا من ضمن التسويق لنادي الاتحاد. لديهم عقد تشغيل شاشات الملعب لمدة 3 سنوات. أيه. قادمة بمبلغ جيد لا يقل عن المعدل اللي وضعه نادي الاتحاد. هذا مصدر في الاتحاد، مصدر موثوق، هذا موثوق في إدارة. أيه. الاتحاد. هذا بتكلم على حكاية مسألة إن التسويق ومندوبين مبيعات ومن النقاط التي يثيرها. شاشات في ملعب إيش يا أبو خالد؟ ملعب النادي ولا ملعب إيه؟ حقيقة ما هي واضحة، بس ملعب المباراة، ملعب الاتحاد، ملعب الاتحاد ما في شاشة، فبالتالي الملعب اللي يلعب عليه المباراة المباراة هو ملكه يوم المباراة. خبرة هنا تتحدى. تقول معلومة ولا هي بواضحة معك. أه؟
عشان قلت المعلومه صارت الملعب. اشرح لي بالله المزاد. انا اقول لك اشرح لي المزاد يا ابو خالد. انا اخذها في المباراه اللي يلعبها الاتحاد. في المباراه اللي يلعبها الاتحاد في شاشات فهي تعرض في يسلم الملعب للنادي. بس عشان اوريك التنوع في الاستثمار. اشرح لنا المزاد بالله ابو خالد. هذه النقطه بس انا برجع اشرح لنا. اشرح لنا المزاد يا ابو خالد. نعم الفقره الاولى وش المزاد؟ ايش اتحاد موقع مع موقع لمزادات قمصان الأندية. طيب شلون يعني ايش اساس تبيع قمصان الأندية الاتحاد فيها؟ تبيع عبر موقع يقصد موقع عالمي يعني مو هو واضح بس اعطيك المعلومه اللي جات واضح ما يصير. نرجع تصريح المار الحالي. اوكي طبعا المار زي ما قال ابو تركي بالفعل موسم ناجح اداره الاتحاد في كل الاحوال حتى لو جاب الخامس حتى لو جاب السادس موسم ناجح للاداره ولا وعنده استراتيجيه بدا اعاده الاتحاد كل نعرفه وندركها حلو. لكن الان الاتحاد في وضع منافس صحيح. اذا كان استهدف المار من هذا الحديث رفع الضغط على اللاعبين ممكن يأخذ في هذا الجانب لكن حديثه مع اللاعبين مع اللاعبين انفسهم ما يكون بنفس الطريقه ما يكون بهذا الطريقه أيه. اذا كان حديثه بهذه الطريقه فلا لا 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 يجب على الاتحادين ان يريحوا يعني يريحوا من حرق الاعصاب في المباريات ودخول الاتحاد كاسم الاتحاد منافس في كل البطولات يعني مع احترام نادي الاتحاد نادي الهلال نادي النصر نادي الكبيره منافسه في كل البطولات الاتحاد الان الثالث ونتائج جيده صحيح في فرق كبير بين المرشح الشباب ممتاز المرشح الشباب وربما الهلال لكن لا يلغي حق الاتحاد في المنافسه وتصريحه اذا كان من باب ابعاد الضغط على لعيبه الاتحاد انا اتفق معه وهذا سياسه رئيس نادي تحترم مناوره لكن رايي انا كاعلامي الاتحاد مؤهل وكان بالامكان افضل من مكان لان نتائج الهلال والاهلي كان استفاد منها الشباب كان مفترض اتحاد الشباب لان ظروف الاتحاد الى حد كبير في السنوات الماضيه مشابه لظروف الشباب لكن ربما الشباب يلعب بدون ضغط اكثر من الاتحاد فبالتالي اداره الاتحاد رات الجانب هذا ايضا في الاتحاد عنده بطولتين اخرى منافس فيها حلو عكس الهلال والشباب اللي هم متصدرين فبالتالي حلو. الضغوطات اعلى من هذا الاتحاد اقبل تصريح رئيس النادي من هذه الزاويه لكن انا يتحدث يقول ان الاتحاد مستبعد المنافسه لا الاتحاد نادي كبير واي بطوله يعتبر منافس ومرشح من المرشح الاوائل فيها. طيب هذا حديث الاتحاد والرئيس النادي ومساله الاستثمار يعني للامانه انا لازلت اطالب احد من هذه الادارات على مستوى الاستثمار تكون موجود معنا موجوده معنا بس لجنه او اداره او اللي هي يلا سريع اي سريع شوف ما يلغي ما خلتنا نكمل كلامي طالب انهم يكونوا موجودين معنا ايوه شكرا اسف حبيبي شوف ما يلغي انه قاعدين نشاهد في بعض الانديه انا اتفق يمكن مع الاخوان ومع الاخ تركي انه في كثير من الانديه الى الان دورها مش واضح لكن في كثير من الانديه في بدا يظهر عمل يعني حتى اللي ظهر اليوم الاتحاد اللي كان في الشباب في فترات سابقه الموسم هذا اكثر من نادي الهلال ايضا عنده نجاحات في هذا المجال صح مش المستوى الكمال اللي نتمناه ولكن في خطوات كويسه ممتاز. عمليه المسمم المسمم ما تفرق اهم شيء الفحوى والمحتوى والناتج طيب. بس نقطه بسيطه الموقع اللي تكلم عنه الاستاذ سعد موقع عالمي وتم عرض قميص احمد حجازي فيه ايش الموقع والله برضه مو مذكور لكن موقع عالمي يعرض تيشيرتات خالد ما يصير بتجيك المعلومه شويه على تجي ان شاء الله نوصلها لك يا عبد الرحمن بس احنا نجيب معلومه يعني الحلقه الاخيره في الحلقه الاخيره يعني شجع العمل الكويس يا جماعه انتم اوكي بس انت اوكي ابو خالد طيب الكل سيقف معنا في صف المتفرج هذه الايام فلا محلل يستطيع تحليل الدوري لاكثر من زمن المباراه فنحن في موسم لم يعرف او لم يعرف شخصيه او لم يعرف شخصيه واضحه حتى الان ابراهيم الدهش ثمان نقاط هو أعلى فارق نقطي بين مركز ومركز هو الأعلى وهو الوحيد نقطتين هو الفارق الأكثر بين مركز ومركز في سلم الترتيب تساوي النقاط يتكرر في ثلاث مراكز فارق النقطة يتكرر في مرتين المركز الخامس ليس بعيداً عن الهبوط وأبهى القابع في مراكز الخطر لا يفصله عن المركزين اللذان يسبقاه إلا فارق الأهداف لا نتحدث عن الفوارق البسيطة فقط لكننا نتحدث عن فوارق النتائج لكل فريق بين جولة وجولة ما نراه من ردات الفعل بين الجماهير حول هذه النسخة من الدوري أجمعت تقريباً على وصف واحد لهذا الموسم بأنه غريب
لا يمكن فرد عضلات التوقع فيه، لا يمكن الثقة بأحد، ولا يمكن فقد الثقة بأحد أيضا. الكل في دائرة المتغير مع الأيام، لا نعلم إن كان هذا يندرج تحت الإثارة أو مزاجية التحصيل. لا يستطيع أي نادي حزم أمتعة الرحيل أو تجهيز أغنية للتتويج، وكأننا في مختبر التجارب الأكبر في تاريخ الدوري، نترقب بعثرة الجدول مع كل نتيجة. في النهاية سيقف الكل معنا في صف المتفرج هذه المرة، فلا محلل يستطيع التحليل لأكثر من 90 دقيقة في موسم لم يعرف شخصية واضحة حتى الآن. طب بروح معك ابو تركي على يعني تقرير المميز والله دهش. اي انا كنت بتكلم عن هذا الشيء، يستاهل تقرير مميز، فيه لمحه فنيه هنا يعني تبان الامكانيات الشخصيه او المجموعه فريق العمل، فاهنيه على هذا الشيء وعلى هذه الالتقاطه والزاويه اللي اخذها. اتفق معك كثير انه هالسنه صعب تحلل محللين وضعهم، يعني ما اتلومهم، يعني صعب الدوري ما في شو. انا قلت قبل كذا انه مثلا فرق الصداره تلقى خسرت اكثر نقاط من فرق الوسط وليس من الفرق المنافسه، تاخذ مثلا الشباب صحيح. اتحاد هلال النصر لم يخسر منها، الهلال يمكن خسر فقط من النصر لكن خسر من وحده من كذا فريق فتح، يعني فرق والشباب نفس الشيء، القادسيه غيره فرق محترمه صحيح. انا ارجع واقول انه مش السبب الرئيسي ولكن اكبر سبب يتضح لي حتى الان ولا زلت اكرره، وهي ميزة تحسب لمسيري الرياضة في المملكة، هو الدعم المالي ووجود السبع أجانب. في وجود السبع أجانب صعب تتوقع، صعب تتوقع نتيجة مباراة مهما كان. شوف اليوم الشباب ممتاز، الفتح يعني مهدد، بس الآن كنا نتوقع على أرض ضربة مع وجود الأجانب، يمكن الاختيارات تحسنت السنة دي، قوة فرق، لكن حتى العام لو ترجع لبعض المباريات يعني وقبل العام حتى لما الهلال مثلا خسر الدوري، خسر مباراتين اظن احد ومدري من بعد والنصر كان شاد حلفه، صعب انك تتكهن لضغط الدوري، كثره المباريات، الاصابات صحيح. ولكن الشيء الاهم العامة. والظروف العامه صحيح. لكن اهم شيء اللي ساهم انه عندك سبعه يفترض انهم على مستوى عالي، صحيح مش كل الانديه في توازن فيهم، لكن في كل نادي على الاقل تلقى اربعه ممكن يغيرون شكله في اي مباراه. ممتاز تركي سهلي على هذه الزاوية. فعلا اليوم المحللين تشعر انه هو يبغى يحل 90 دقيقة، لانه الوضع متغير عند كل فريق، في كل مرة او في كل مباراة تشعر ان هذا الفريق يتراجع ثم يرجع ثاني مرة يفوز ثم يتعادل، ما في وضع واضح. يعني مع كامل الاحترام والتقدير لجميع المحللين يظهرون، لكن يعني احيانا يعني ما يدخلون في التفاصيل ولا في العمق الفني، يقرؤون بالشكل الظاهر. حقيقة لا تحتاج نوعية من هؤلاء، يحتاج إلى أشخاص يضيئون لك أشياء فنية عميقة جدا وتخليك أيضا تنظر المسألة بشكل مختلف، حتى تناظر المباراة بعينه هو، بطرحه هو، برؤيته هو. هذا المحلل أنا وجهة نظري الخاصة لا يوجد في يعني في الـ في الـ في, الـ في المنظومة الموجودة، يعني يربطون كلام جيد، يربطون أحداث تحصل، يعتمدون الحالة الوصفية، وبالتالي يعني أنا شخصيا يعني أقدرهم وأحترمهم، لكن يعني نبعدهم عن 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 التأثير أو قراءة المشهد بشكل جيد. نعم الأندية تغيرت وتتغير، والتغير يحدث أثناء الموسم. انظر إلى الهلال، شال مدرب وجاء مدرب مؤقت فئات سنية، في معطيات يعني. النصر شال مدرب وجاء مدرب مؤقت فئات سنية، الشباب شال مدرب وجاء مدرب مؤقت فئات سنية، ضمك ضمك نفس الحال، الوحدة نفس الشيء. أنا أقصد لا أقصد أنه عن ذهاب المدرب، يعني المحلل الذي يستطيع أن يفكك الحالة الفنية لأي فريق بناء على شخصية المدرب، بناء على تكتيك المدرب، هذه المسألة أصبحت مفقودة. وبالتالي أنا أعتقد أنه من يقود أي. يعني اليوم هي ما ترى بغلا، يعني ما هي معتمدة على شخصية اليوم، أنه نأخذها ما هو معتمدة على شخصية المحلل، نتكلم عن شخصية الدوري نفسه أي. الدوري نفسه متغير، لذلك صعب الحديث عنه. أي لأسباب، أولا إحنا عندنا حالة الكورونا أي. حالة الإجهاد الذهني اللي عند اللعيبة اللي صايرة، الغياب الجماهيري في التحفيز وفي المؤازرة وفي الشغلات هذه، التغييرات اللي طالت المدربين والمدربين المؤقتين اللي أصبحوا يديروا. أنا أقصد لما يجي محلل يحاول أن يقرأ فريق كان مدربه قبل أسبوع مدرب نعم. معين سلام. وأصبح لديه مدرب صحيح. جديد، أنا أنتظر كيف أنه يقرأ لي، يفكك لي الحالة التدريبية والحالة الفنية للفريق هذا، ما يقرأها، بالتالي
يتغير الفريق أما ينجح أو يقف لند لفريق كبير وهكذا. أنا أعتقد أنه دوري مليء الحقيقة بالأحداث الفنية الكثيرة، لكن أنا أعتقد بالتالي شوف لما نقول لك النصر، الهلال، الوحدة، الشباب، في الفرق الأربعة هذه مثلا شوف منهم اثنين الآن هم اللي يعني متقدمين جدا، الرك فيها والأداء فيها والترمومتر الحقيقي فيها هي للعيبة، ما هو إلى المدرب، راح وشاف المدرب جاء مدرب جديد والفريق اختلف، إلى اللعيبة، إلى قدرة الأشخاص اللي يصيرون حول الفريق ويحاولون يعطون نفسية ويحطون يعطون بعض المؤشرات الفنية لبعض اللعيبة وكذا عن بعض اللعيبة الآخرين في الفرق الأخرى. أنا أعتقد مرتبطة باللعيبة بكثير يعني درجة أولى يعني. طيب خلينا نروح للجولة، تنطلق غدا الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة وحيدة تجمع بين التعاون والباطن. تفاصيل عن هذه المواجهة في التقرير. في الساعة 6:45 يلتقي فريقي التعاون والباطن ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في بريدة. التعاون الذي عاد إلى الطريق الصحيح بكسب النقاط بعد فترة مر بها لم تكن مرضية، ففي آخر مبارتين خرج منها بالعلامة الكاملة، رفع بها رصيده النقطي إلى 31 محتلاً بها المركز الخامس، لكنه في هذا اللقاء سيصطدم بمنافس ليس ببعيد عنه نقطياً. الباطن والذي يحتل المركز العاشر برصيد 27، لكن الأخير كان يعاني من فقد نجومه وقائد الدفة لإصابتهم بفيروس كورونا والتي جعلت له حافزاً في المباراتين الأخيرة، خرج منها 4 من تعادل وفوز. وبعد عودة المدرب وبعض اللاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، يأمل العشاق بأن يكمل فريقهم المسيرة بعدم الخسارة ليبتعد عن المراكز المتأخرة. وفي لغة الأرقام امتاز كل فريق برقم يعول عليه في هذه المواجهة. طيب اروح معك ابو نواف استاذ سعد مهدي على هذه المواجهة، التعاون الباطن او الباطن والتعاون، كلا الفريقين نتكلم عن التعاون عنده تحسن في النتائج، الباطن رغم الظروف حقيقه ترفع له القبه في مباراه بين الترتيب الخامس والترتيب العاشر، رغم ذلك لا يفرقهم الا 4 دليل زي ما تفضلوا الاخوان تزاحم الانديه في الترتيب وعدم معرفتنا بما يمكن ان تحدث من نتائج. حلو. وهذا طبعا علق عليه الزملاء تعليق واضح وصحيح في محله، وانا اضيف له ايضا انه ان عدم معرفتنا ايضا باسرار كل فريق من خلال عناصره الجدد ومن خلال عناصره اصلا الاجنبيه اللي تتحول مستوياتها من مباراه الى اخرى، وايضا فكره التعامل مع الفرق بالاسماء يعني وبالتاريخ. حلو. لذلك يعني احيانا يعني يصعب عليك ان تتنازل عن الفكره السابقه اللي في اللاوعي عندك، على اعتبار انه هذا النادي من الصعب عليك ان ترشحه في الوقت اللي انت تتجاهل مستواه او انه يفرض مستواه عليك في بعض المباريات. لذلك احيانا يكون مثل التضارب في فهم ما يمكن ان تكون عليه المباريات، اضافه الى ايضا تقلبات في مستويات اللاعبين. اعتقد مباراه التعاون والباطن مباراه مهمه لكلا الفريقين، للتعاون ليتقدم الى صحيح. الى المربع، والباطن ليؤكد تأمين مركز ويؤكد نجاته من صحيح. الهبوط. عط نتيجه ابو نواف. فاعتقادي فوز التعاون. فوز التعاون. طيب ابو تركي عط نتيجه على المباراه. والله صعب، لكن الباطن مبارياته الاخيره يعني رغم الظروف اللي مرت فيه قاعد يحقق فوز، الفريق ماشي لكن ما تدري متى ممكن يوقف، لكن الفريق ماشي. لكن انا ملاحظتي اذا سمحت لي يعني احنا ما صدقنا بهالدوري الممتع، ليش تحرمونا يعني؟ انا ادري انه احيانا في ظروف معينه، بس بكره مباراه وبعد بكره
كم مباراة؟ ست مباريات سواء كثير يا جماعة، رحمونا خلونا نستمتع بهالدوري. كان ممكن قصدك بكرة تكون ثلاث مباريات يعني على الأقل تقدر تشوف على ثلاث أوقات وهناك على ثلاث أوقات، لأنه في لأنه فيه فرق لعبت يوم الثلاثاء والاثنين لذلك زحفوا تلعب السبت، تلعب السبت في ظروف. طب البطولة العربية حمتها احنا ظروفنا دائما صعبة، البطولة العربية ظروف يعني ظروف على دوريك بس. ابو غلا تعطيني نتيجة على هذه المباراة، تكلم عن الباطن التعاون مع العلم ان توقعاته المرة اللي فاتت كلها مضروبة كانت. مضروبة؟ والله صراحة أنا لا بالعكس، لا والله لا كانت توقعاته يعني في توقعات لا كانت ترى ارجع المباراة نرجع لها ولا يهمك، اللي يتكلم عن الشباب ويتكلم عن وقت الحلقة اللي الشباب توقعوا كان صحيح لا لا وين صحيح الشباب والنصر إلا قال ما الشباب والنصر تكلم توقع للشباب مباراة الشباب والفتح قال أتوقع فوز ونص يعني طيب. هذه تهزم الشباب عطاء عين يعني يا أخي صرت مثير حتى في التوقعات ها يلا أبو غلا أعطني توقع أمتلع عن التوقع سأحرمكم من الميراث سأحرمكم من التوقعات أمتلع لا عطنا توقع أمتلع عن التوقع ليا نهائيا مرة ولا تقبل أي واسطة أمتلع عن التوقع تماما أتوقف تماما طيب حقك ها حسين قبل التوقع في معلومة نادي الاتحاد واستثمار نادي الاتحاد عشان نضع جمهور الاتحاد في الصورة في موقع عالمي اللي هو موقع ماتش رون تشيرت عارض قميص أحمد حجازي $1,000 بـ1,000 يورو يورو 1,000 يورو بس عشان أبو نواف لا يزعل يقول سعر ثابت ولا مزايدة؟ مزايد والعوائد لمن مزايد. النادي ولا الحجازي؟ أي كسعر ثابت ولا عائد مزايدة تبدأ من 1000 العوائد للنادي النادي له حصة تتجاوز 25% من الألف دول يورو ذا من الألف يورو واللاعب وأيضا للموقع يعني في الألف يورو 250 يورو هذه ضيع الحلقة علشان يشجعوا المبادرات الجيدة وأحسن من كلام الإنشائي طيب حصة الاتحاد 250 يورو طيب خلينا يبيع له 100 تيشيرت المهم انه في تحرك 2500 انتم ضد الناس المتحرك. لا لا يعني في تحرك في تركي تحدث عن الاستثمارات اسهم وعقار نعم. الاتحاد قاعد يستثمر في مواقع عالميه صح في تحرك في هذا الاتجاه جيد يحسب للاتحاد يحسب للانديه الثانيه وننتظر ان شاء الله يكون بالنسبه للتعاون والباقي تذكر يا رجل حقي من حقك انا حقيقه ما اتمنى الباطن ينهزم انا اتمنى النتيجه للجهد لكن اتوقع التعاون لكن اتمنى الباطن ما ينهزم طيب استمرار الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية ينطلق غدا رالي الشرقية تفاصيل أكثر في التقرير مرحبا بكم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أجواء جميلة في مدينة الدمام عاصمة المنطقة وأكبر مدنها والممتدة على ساحل الخليج العربي وشمال غرب جزيرة البحرين بعد شهر ونصف من استضافة رالي داكار أجواء الراليات تعود للمملكة من بوابة رالي الشرقية تويوتا الدولي من صحراء الدهنة ستنطلق فعاليات الرالي الذي يعد ثالث جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة فيا باها ليصبح الحدث الثالث هذا الموسم ضمن سلسلة البطولات والفعاليات التي تستضيف السعودية في عالم الراليات الأنظار تنصب نحو يزيد الراجحي أبرز المرشحين فوزي بالرالي إحنا في الشرقية آخر مرة كنا في البطولة 2019 لما كان في كارلوس ساينز كانت منافسة جدا شرسة وربحنا الرالي واليوم راجعين إن شاء الله أكيد كل المتنافسين الموجودين عينهم على اللقب وإحنا أحدهم وإن شاء الله هدفنا إن شاء الله أكيد المركز الأول بقية المنافسين لن يسهلوا الأمور على يزيد نعلم أن يزيد سريع جدا المسار سيكون صعب لأنني لم يسبق لي أن تواجدت هنا لكن سنبذل قصارى جهدنا الرالي سيشهد أيضا تواجد عدد كبير من السائقين السعوديين من بينهم صالح السيف في فئة SSV الذي تمكن من الفوز بأحد مراحل رالي داكار الأخير داخل اليوم إن شاء الله في رالي الشرقية بحذر شديد راح أنافس بإذن الله أطمح إلى كسب النقاط الرالي الشرقية ومواصلة البطولة سيخوض المتسابقون ثلاث مراحل خاصة بمجموع 450 كيلومتر مع المشاركة الأولى لمشاعل العبيدان وداني عقيل كأول مشاركة في رالي معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات فيا
الحقيقة صعب أني أتوقع مين اللي يفوز، لأن الكل قادر على المنافسة والفوز، حيكون سباق قوي بينهم. وخلونا نشوف أنا وأنتم إن شاء الله بعد اليوم الأول مين حيكون متصدر. مشعل الغنيم سيكون المتسابق الأول في فئة الدراجات النارية. المتسابق السعودي أنهار لدكار بعد جهد كبير، واليوم يسعى للتألق في الرالي المتواجد في مسقط رأسه. طيب إذا ننتظر هذه الانطلاقة غدا إن شاء الله لرالي الشرقية. وقت انتهى. حسين عندك شيء؟ صار شيء في المزاد؟ زاد شيء؟ لا بس تصحيح من معلومة، أشكر إن اللاعب ماله المبلغ كله للاتحاد، مبلغ كله مقابل ال 25 كانت للموقع، برنامج الدوانية يصير له نسبة من القميص. يعني تم الترويج على أعلى. صحيح. طيب شكرا لكم ضيوفي، شكرا على وجودكم اليوم معي في الحلقة، شكرا على كل هذه الآراء اللي طرحت. أنا أودعكم وأترككم مع عبد الرحمن الشلهوب، نظرة للحراس في أعلى الحراس على مستوى الكلين شيت. فمان الله. مباراة الهلال ولا حتى أبها وهو محمد الربيعي. اليوم عندنا العويس، لعل شباك الربيعي النظيفة في آخر مبارتين ستترك ثقلها على العائد بعد أن أوقف في مباراتي الهلال وأبها، وهو الكبير جدا محمد العويس. أمام العويس حيكون يزيد البكر في الجهة اليمنى، لوكاس ليما في الجهة اليسرى، وقلوب دفاع معتز ومحمد آلف تيل. في أمامهم حيكون المقهوي وفيجسا بالإضافة إلى الأسمري. ستشاهدون ميرتيتا في الصناعة بالإضافة إلى أوسو، والمؤشر سيتناوبون في مراكزهم ما بين صناعة وراس حرب. حدث مرة واحدة من قبل، تدرون متى؟ موسم الهبوط بالنسبة للاتفاق. متى كان موسم الهبوط يا الاتفاقي؟ كان على يد الأهلي لو تذكرون. الآن الله إكويكبي يتذكر ذلك ويتقدم في كرة للرد، ولكن كرته بقدمه اليسرى بتروح إلى الشباك الجانبية سليمة يا فلادان ميلوفيتش. سليمة على مرمى النادي الأهلي. الكويكبي هذه كرته، يتوغل في الصندوق، أخذها على طول على شماله وإلى القدم اللي عادة لا يستخدمه هو أيمن، لكنه فضل بالتسديد فيها في هذه الطريقة، والكرة إلى الشباك الجانبية على طول. سليتي كرة عند معتز،
لمسة للمقهوي، لمسة حلوة باتجاه المؤشر، لكن الأحلى فيها كانت تغطية من فهد غازي وعلي فؤاد، حولت يا السلام على التحضير من أزارو باتجاه سليتي، أزارو توغل والكرة تبعد بإبعاد موفق بالنسبة للوكاس ليما، عادت الكرة اتفاقية وغازي بيحول، هالمرة تكفل بها ألف تيل وحولها باتجاه المؤشر، المؤشر يبحث عن أوسو، غير راية ليبدأ بالبناء من جديد، يطالب الرفاق الأظهرة يزيد البكر ولوكاس ليما بالإضافة إلى المحاور الأسمري فيجسر ومقهوي بالمشاركة في البناء، ليما على طول مرتيتا، ليما للخلف بيحول كرته، الكرة تصل عند العويس، رمية جانبية اتفاقية ملعوبة عند سليتي، سليتي بيمر نعيم، هوبا حلوة 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 المباراة، حلوة المباراة، ذكر الأهلي بفرصة أوسو وكذلك الانطلاقات للمؤشر، ونتذكر الكويكبي.